بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المحور في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملعب الشاطر. أبرز عناوين حلقة اليوم: الأهلي والمصري في حوار مثير بنهائي الكأس غدا. الأهلي والزمالك يلتقيان في الأسبوع ال 17 بالدوري الجديد. مجري يدير نهائي الكأس الروماني، أيضا الروماني بتوريكا على أعتاب نادي الزمالك. الجبلية تقيد 4 أجانب والأهلي يخطر الكاف بموعد مواجهة الترجي. إيقاف رونالدو 5 مباريات لتعديه على حكم الكلاسيكو. أحمد السيد مدافع الأهلي السابق في ضيافة ملعب الشاطر. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. الحقيقة طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراة النادي الأهلي والنادي المصري في نهائي كأس مصر غدا إن شاء الله في تمام الساعة 8 في استاد برج العرب. كل الناس مستنية هذه المباراة سواء في النادي الأهلي أو في النادي المصري. النادي الأهلي بعد غياب 10 سنوات هل يستطيع النادي الأهلي الفوز بكأس مصر بعدما غاب عنه لمدة 10 سنوات، أم يستطيع النادي المصري تحقيق المفاجأة والفوز على النادي الأهلي في مباراة بعد 18 سنة؟ الحقيقة كل جمهور بورسعيد آخر مباراة لو تتذكروا كانت طبعا لجمهور بورسعيد أو للنادي المصري، كانت مباراة النادي المصري ضد نادي المقاولون العرب، وفي هذا الوقت فاز سنة 98 فاز نادي المصري على المقاولون العرب، ودي كانت آخر مرة يصل النادي المصري إلى نهائي كأس مصر ويستطيع الفوز بهذه البطولة. فهل يستطيع النادي المصري بعد غياب أيضا 18-19 سنة أن يفوز ببطولة كأس مصر؟ الحقيقة مباراة مثيرة جدا فيها دوافع كتيرة جدا لكلا الفريقين. النادي الأهلي أكثر الدوافع اللي موجودة فيه هو دافع أنه بقى له 10 سنين بعيد عن بطولة كأس مصر منذ فترة طويلة جدا جدا، ونادي الأهلي بعيد عن هذه البطولة. نفس الكلام، دي آخر مباراة الحقيقة لعبها نادي الأهلي ضد نادي الزمالك كانت سنة 2007، وفاز فيها النادي الأهلي بـ4 أهداف مقابل هدفين. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا أحد نجوم هذه المباراة، كابتن أحمد السيد، لزي ما قلت لحضراتكم أحد نجوم هذه المباراة، وكان يعني هنتكلم مع أحمد عن أشياء كثيرة جدا جدا، وهنحاول نجيب لحضراتكم أيضا أحد نجوم نادي المصري كابتن سيف داود، هنحاول نجيبه معانا على التليفون. الحقيقة كنا بنحاول نجيبه معانا النهاردة ولكن كان مرتبط بموعد آخر، فإن شاء الله هنحاول نجيبه على التليفون ونعرف أهم الذكريات اللي كانت بتحصل في بورسعيد في ذلك الوقت في سنة 98. ده هدف شيكابالا الثاني في النادي الأهلي في هذه المباراة، ثم الهدف الحقيقة اللي أعاد للنادي الأهلي أو لجمهور النادي الأهلي أمل الفوز بكأس مصر. محمد أبو تريكة طبعا بعد تمريرة محمد شوقي هدف الثاني وهدف التعادل، وكان في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ثم هدف جمال حمزة في الثالث في الشوط الأول الإضافي، ثم عاد بقى أسامة حسني وأحرز هدفي الفوز، هدف التعادل الأول أهو أمام حضراتكم، ثم هدف الفوز للنادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم عن طريق أسامة حسني. كرة هتلعب لأحمد صديق أهو هيرفعها، وأسامة حسني يضع الهدف الرابع وهدف الفوز بكأس مصر في سنة 2007، وده كان آخر كأس مصر لعبه النادي الأهلي وفاز فيه. أيضا النادي المصري زي ما قلت لحضراتكم سنة 98 عمل مباراة جيدة جدا مع نادي المقاولين العرب وفاز في هذه المباراة واستطاع أن يفوز بالكأس كأس مصر. منذ هذا الوقت وحتى الآن زي ما حضراتكم شفتوا أو زي ما حضراتكم بتشوفوا خلال الفترة الأخيرة النادي المصري كان بعيد الحقيقة، ومن وقت وجود الكابتن حسام حسن بقاله سنتين ثلاثة النادي المصري دائما في المربع الذهبي، دائما بيصل إلى المباريات النهائية. بكرة هتبقى مباراة صعبة جدا على الطرفين. من وجهة نظري أن النادي الأهلي هو الأقرب بنسبة 60-40%. 10% اللي أنا بقولها لحضراتكم دي فارق الخبرة اللي موجود في المباريات النهائية، بمعنى أن النادي الأهلي
لعيبة النادي الأهلي اللي موجودة لعبت مباريات نهائية كتيرة جدا جدا من خلال وجود النادي الأهلي في كل النهائيات تقريبا أو معظم النهائيات خلال الفترات اللي فاتت، وفوز النادي الأهلي ببطولة الدوري، وإن هو بيستكمل مشواره في البطولة الأفريقية زي ما قلت لحضراتكم. هنتكلم عن مباراة الترجي، فخبرة لعيبة النادي الأهلي في البطولات أو في المباريات النهائية واضحة جدا جدا جدا، وهي الفارق ما بين النادي الأهلي والنادي المصري، ده اللي هيدي أفضلية شوية للنادي الأهلي. أما بقية الأمور، الحافز سواء هنا أو هنا، النادي الأهلي بقاله فترة، النادي المصري بقاله فترة، النادي المصري بيلعب بطريقة مختلفة تماما عن طريقة النادي الأهلي. النادي المصري بيلعب من نص ملعبه وبيقفل بشكل جيد جدا على أطراف الملعب من خلال وجود اتنين طرفي ملعب، سواء باسم علي أو علي معلول ناحية الشمال، باسم علي ناحية اليمين وعلي معلول ناحية الشمال، وبيقفل على أطراف الملعب زي ما قلت لحضراتكم من النادي المصري. وبعدين بيعتمد على الهجمات المرتدة، وبيضع ثلاث لاعبين، الكابتن حسام حسن بيضع ثلاث لاعبين دائما في وسط الملعب، وبيعتمد على عبد الله جمعة ومحمد الشامي وأحمد جمعة في الناحية الهجومية. والهجمة المرتدة التي آتت بشكل كبير جدا في مباراة النادي الأهلي النادي الزمالك أنا آسف والنادي المصري في الدور قبل النهائي، استطاع النادي المصري أن يحرز هدفي اللقاء من الهجمات المرتدة. هتبقى مباراة تكتيكية من الطراز الأول، الكابتن حسام البدري كل الناس عارفة طريقة لعب النادي الأهلي، كل الناس عارفة أنه بيعتمد على عبد الله سعيد بشكل كبير في التمرير ولعب الثرو باسز سواء لأجاي أو لأحمد حمودي أو لمؤمن زكريا أو وليد سليمان اللي هيلعب في هذه المنطقة أو أجاي من أمامهم. ناحية الهجومية في النادي الأهلي هي ناحية قوية جدا جدا جدا، ولكن يقابلها تنظيم دفاعي رائع من النادي المصري، شفناه في مباراة نادي الزمالك. حارس مرمى النادي المصري أحمد بوسكا ومجموعة المدافعين اللي كانوا معاه كانوا قافلين بشكل جيد جدا على نادي الزمالك. فهل يستطيع النادي المصري بتكتيكه الدفاعي المميز ثم الاعتماد على الهجمة المرتدة أن يفعلها مع النادي الأهلي كما فعلها مع نادي الزمالك، ويفوز للكأس بكأس مصر للمرة بعد غياب 18 سنة من الفوز بنهائي كأس مصر الأخير اللي لعبه سنة 98، ولا النادي الأهلي يستطيع بخط هجومه القوي وتنظيمه داخل الملعب من خلال وجود مدير فني زي الكابتن حسام البدري، واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر حاليا، أيضا الكابتن حسام حسن واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي موجودين، وبيعتمد بشكل كبير جدا جدا على التكتيك اللي بيعمله جوه الملعب. يعني الكابتن حسام حسن من المديرين الفنيين اللي بيعملوا تكتيك جوه الملعب على الكرات الثابتة، من المديرين الفنيين القليلين اللي بيعملوا تكتيك على الكرات الثابتة وبيستفيد منها بشكل كبير وأحرز منها أهداف كبيرة جدا. هو دايما كابتن حسام حسن بيلعب على ان هو بيفضي مكان سواء ناحية اليمين ما بين السردباك اللي هو هيبقى غالبا رامي ربيعة ومحمد نجيب، ما بين السردباك والباك رايت او الباك ليفت، وبيفضي الجزء ده لعبد الله جمعة او لمحمد الشامي من الناحية التانية ان هم يقطعوا وتتلعب لهم الكور الطويلة خلف او ما بين السردباك وما بين الباك اللي موجود اللي بيلعب في النادي الأهلي، وتبقى دايما هي دي المنطقة الخطر اللي بيلعب عليها الكابتن حسام حسن. هنشاهد ان شاء الله مباراة انا شايفها هتبقى مباراة من المفترض ان هي هتبقى مباراة تكتيكية جدا جدا جوه الملعب. ايه اللي هيحصل بقى؟ حالة اللعيبة اللي موجودة في الملعب، يعني حالة محمد الشامي ايه، حالة عبد الله جمعة ايه، حالة عبد الله جمعة ايه، احمد جمعة هتبقى حالته ايه. الناحية التانية عبد الله السعيد والتألق الواضح لأجاي ولمؤمن ولمجموعة اللعيبة اللي بتلعب، واحمد حمودي ووليد سليمان المجموعة اللي بتلعب في الناحية الأمامية، الدور الخفي اللي بيعمله عمرو السولية وحسام عاشور من خلفهم، ناحية اليمين باسم وناحية الشمال هيبقى علي معلول، واعتماد النادي الأهلي دائما على الأطراف. هتبقى مباراة أعتقد هتبقى مباراة مقفولة بشكل كبير من ناحية من جانب النادي المصري. أما النادي الأهلي هيلعب لعبه الطبيعي اللي هو بيعمل باس كتير قوي قوي في وسط الملعب، وبعدين بيعتمد مرة واحدة على الانطلاقات سواء من اليمين أو من الشمال. نتمنى إن شاء الله إن احنا نرى مباراة خالية من أي شيء، يعني نتمنى إن احنا نرى مباراة خالية من أي شيء، خالية من أي شيء خارج النواحي الفنية. حضراتكم عارفين قصدي ايه، يعني المباراة دي مش عايزين حد يفكر ان هو يخرج عن النص من خلال اللعيبة، المدربين، المديرين الفنيين اللي موجودين، المدرب العام هنا والمدرب العام هنا. يجب ان شاء الله ان تمر هذه المباراة بالشكل اللائق بنهائي كأس مصر،
وبشكل لائق سواء بالنادي الأهلي وجماهيريته الكبيرة أو بالنادي المصري وجماهيريته الكبيرة. وإن شاء الله إن شاء الله نرى مباراة جميلة من الناحية الفنية وأيضا من الناحية الأخلاقية. الحقيقة الأهلي بيمتلك زي ما قلت لحضراتكم كل مقومات الصعود إلى منصات التتويج، كل الأمور مهيئة داخل النادي الأهلي. أما النادي المصري فالحقيقة عاملين جيم رائع أو عاملين سنة رائعة مع مديرهم، أو تاني سنة الحقيقة على التوالي مع مديرهم الفني كابتن حسام حسن اللي بيؤدي مباريات بشكل رائع بشكل كبير جدا. وأن تخرج إن شاء الله تخرج هذه المباراة في حب مصر وفي حب الوطن ولا نرى أي خلافات، وكل الناس هتلاقيها بتكرر هذا الكلام من الآن إن مش عايزين أي خلافات تحصل بكرة إن شاء الله سواء ما بين اللعيبة أو ما بين الأجهزة الفنية، علشان حضراتكم عارفين الحساسية اللي موجودة ما بين الفريقين أو ما بين جمهوري الفريقين، ونحاول نعدي هذه المباراة بالشكل الذي يليق بنهائي كأس مصر. تشكيل النادي الأهلي المتوقع غدا إن شاء الله: شريف إكرامي في حراسة المرمى، محمد نجيب ورامي ربيعة اتنين ستوبرين، علي معلول ناحية الشمال، باسم علي ناحية اليمين، سلية وحسام عاشور اتنين ديفندرين في وسط الملعب، وليد سليمان وعبد الله السعيد وأحمد حمودي واحد ناحية اليمين واحد ناحية الشمال، وتحت أجاي هيكون عبد الله السعيد. أيضا التشكيل المتوقع للنادي المصري: حارس هيكون أحمد عبد الحليم بوسكا، وفي الدفاع محمد حمدي ناحية الشمال وأحمد أيمن منصور وإسلام صلاح وكريم العراقي، في وسط الملعب كالعادة عبد الله جمعة وفريد شوقي وعمرو موسى وإسلام عطية وأحمد جمعة ومحمد الشامي. هي طريقة النادي المصري أقرب إلى 4-5-1 لأن محمد جمعة وعبد الله أنا آسف عبد الله أحمد جمعة ومحمد الشامي بيرجعوا كتير قوي لتحت لأن في خلاف على موضوع عبد الله جمعة هيلعب ولا مش هيلعب حتى لو، لكن ده التشكيل الأقرب أو المتوقع سواء للنادي الأهلي أو للنادي المصري. يدير هذه المباراة حكم نرويجي سيفين أودفار حكما لنهائي الكأس إن شاء الله اللي هتقام غدا. كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على لجنة الحكام أعلن أسماء طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير هذه المباراة: سيفين أودفار موين النرويجي حكما للساحة، وكيم توماس النرويجي أيضا حكما مساعدا أول، وماجنوس لاندربيرج النرويجي حكم مساعد الثاني، وكابتن بدوي حميدة من مصري طبعا حكما رابعا. عايزين نقول لحضراتكم معلومات عن هذا الحكم النرويجي: مواليد 22 يناير 79، عنده 38 سنة، بدأ مسيرته في التحكيم في عامه رقم 17 سنة 95، أدار أول مباراة في الدرجة الممتاز ببلاده في النرويج في 29 مايو عام 2003، حصل على الشارة الدولية في 2005، أدار أكثر من 300 مباراة خلال مسيرته، أدار أكثر من 100 مباراة بالدوري النرويجي بالإضافة إلى مباراتين لنهائي الكأس موسمي 2008 و2013، أصدر طوال مسيرته حوالي 900 بطاقة صفراء و30 بطاقة حمراء. أدار قبل كده مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من موسم 2015-2016 وانتهت بالتعادل السلبي. سبق له التحكيم في كأس العالم للناشئين عام 2003 وأولمبياد 2012 وبطولة أوروبا للشباب عام 2008 وكأس العالم بالبرازيل عام 2014 ويورو 2016. نال أفضل حكم نرويجي لقب أفضل حكم نرويجي ثلاث أعوام متتالية 2010-2011-2012، كما تم اختياره ضمن حكام النخبة الأوروبيين. وزي ما حضراتكم عارفين ان هو طالما حكم قبل كده مباراة هنا في مصر للأهلي والزمالك فخلاص خد على الأجواء المصرية، عارف ايه اللي بيحصل في مصر، عارف الأمور ماشية ازاي، واضح ان هو حكم هيكون جيد. ولكن زي ما حضراتكم عارفين الحكام بشر، من الممكن جدا ان نرى خطأ بكرة من الحكم، وأنا الحقيقة سعيد جدا بوجود حكم أجنبي لهذه المباراة بعيدا بقى عن الحساسيات وبعيدا عن أي شيء، لأن لو حكم مصري أدار هذه المباراة كان من الممكن وممكن جدا يغلط زيه زي أي حكم، كان من الممكن أن نرى أشياء كثيرة جدا لأن الحساسية ما زالت موجودة. طيب، و
بما اننا هنتكلم كمان او ايضا بدا النهارده اتعملت قرعه للدوري الجديد او الدوري القادم، قمه الدوري الجديد في الاسبوع الاخير، والاهلي مع الطلائع والزمالك مع الانتاج في الجوله الاولى. عملنا تقرير عن ما حدث في او خلينا نشوف مباريات الجوله الاولى الاول، بعد كده نطلع نشوف هذا التقرير عن قرعه الدوري الممتاز 2017-2018. مباريات الاسبوع الاول لموسم 2017-2018، انبي وسموحه، المصري ووادي دجله، داخليه وبتروجيت، الانتاج الحربي والزمالك، الاهلي وطلائع الجيش، الاسيوطي ومصر المقصه، المقاولون العرب والرجاء، وطنطا والنصر. دي مباريات الاسبوع الاول للدوري العام المصري. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. ان شاء الله هنبدا الموسم يوم الجمعه 8/9 ان شاء الله بعد المباراتين بتوع اوغندا. الموسم دوت اقل ارتباطات ب 50% من الموسم السابق. يمكن القرارات الاخيره للاتحاد الافريقي في جزء منها بتاع بطوله الامم الافريقيه اللي هي بتاخد 40 يوم مننا في وسط الموسم دايما، وبتضر دول شمال افريقيا لان هي متعارضه مع دول شمال افريقيا. الاتحاد الافريقي الحمد لله غيرها، هتبقى في شهر 6/7. الانديه الافريقيه الحقيقه كنا سمعنا ان هتبدا من شهر 8 البطولات، بدل ما تبدا شهر 2 ويخلص شهر 11 وبعد كده كاس العالم الانديه شهر 12. كان في قرار ان هو يبداوا من شهر 8، بس مش الموسم دوت، الموسم اللي بعده. فالارتباطات اللي موجوده عندنا الموسم دوت هيبقى فيه ثلاث ارتباطات للمنتخب الوطني الاول، اللي هي شهر 10 من 1/10 مباراه الكونغو، ومن 4/14 في شهر 11 لمباراه غانا، دول تصفيات كاس عالم، ومن 19/27/3 مباراة النيجر تصفيات أمم أفريقيا 2019. الحمد لله إن الارتباطات الموسم دوت أقل كتير من الموسم الماضي. هيبقى كل المؤجلات بس 30 يوم بتوع المنتخب، بالإضافة إلى الأندية الأفريقية، وطبعًا دي إحنا ما بنبقاش عارفين مين هيكمل مين مش هيكمل، إنما بنحط المؤجلات بتاعتها للأندية اللي هتكمل، وبقية الأندية بتلعب. فالحمد لله إحنا الموسم ده إن شاء الله هننهي دوري وكأس يوم 22/5، ممكن من 20 أو 22، واحنا بنحط الجدول طبعا بيبقى واضح اكتر لما بنعمل القرعه. عشان كده قلنا نعمل القرعه النهارده عشان ناخد 4 أو 5 أيام لما نحط الجدول عشان الملاعب ونسكن الملاعب والتوقيتات والحاجات دي كلها. فخلال 5 أيام ان شاء الله نعلن الجدول كله بمواعيده بالملاعب وكل حاجه زي ما انتم شفتوا بكل شفافيه. وبتمنى للجميع الانديه المصريه التقدم، وتمنى نادي رجاء ان شاء الله يحقق نتائج طيبه ويسعد جمهور الرجاوي في محافظه مطروح وباقي محافظات مصر، وان شاء الله موسم سعيد علينا وتكون مصر في كاس العالم بعد الفوز على اوغندا. والدوري ان شاء الله حينتهي من 22 مايو القادم، وبتمنى التوفيق جميع الانديه المصريه. بالنسبه للقرعه معقوله نادي رجاء، حنقابل الاهلي في حنقابل اول اسبوع المقاولين، ثاني اسبوع الاسيوطي، ثالث اسبوع الاهلي، يعني معتدله قرعه، يعني معتدله ما فيها شيء اي حاجه. ودنا حنقابل يعني الاهلي حنقابله في الاول او في الاخر، المقاولين اي نادي في مصر احنا مستعدين لاي نادي في مصر. فيش قرعه صعبه وما فيش قرعه سهله، واي فريق بيبقى مستعد وبالنسبه له عنده اهداف ما بيبصش للموضوع ده او ما بيشغلش باله بالقصه دي، لان النهارده الدوري ما بقاش فيه لا مباراه سهله ولا مباراه صعبه. يمكن اصعب المباريات اللي ممكن تواجه اي فرق هي الفرق اللي هي بتبقى في منتصف الجدول وفي اخر الجدول، لان النهارده بتبقى دي مباريات صعبه جدا. يمكن المباريات مع الفرق الكبيره اصحاب التاريخ والبطولات بتبقى مباريات سهله، فعشان كده احنا بالنسبه لنا مش شاغلين بالنا القرعه ايه، لكن هي الحمد لله يعني قرعه بالنسبه لنا متوازنه في المباريات. يعني احنا بادئين يمكن بالمصري وبعديه انبي، فرقتين اقوياء، لكن بعد كده بيحصل توازن
في المستوى. لما تمسك من بداية المسابقة لنهاية المسابقة هتبص تلاقي مجموعة أندية بتستمر بصفة ملتزمة ومنضبطة، هتلاقيها لازم متواجدة في الأماكن الأولى في من جدول الدوري. جدول الدوري دائما وأبدا يعني الحمد لله على مدار 5 سنين بتلاقي 5 فرق أو 6 فرق هم اللي في صدارة الدوري، أهلي، زمالك، سموحة، مقصة، مصري، إسماعيلي. فيعني أتمنى أن السنة دي تبقى المنافسة تزيد مع فرق أخرى كمان، ويبقى المنافسة على بطولة الدوري منافسة إيجابية للكرة المصرية. قرعة ممتازة جدا، أنت كده لو كبير أو صغير أنت كده كده هتلعب الماتشات كلها. هنلعب المقصة على ملعبنا، فرقة محترمة إن شاء الله، ربنا يسهل بيها إن شاء الله. نطلع للرجاء، يجي لنا الإسماعيلي، نطلع للاتحاد. قرعة ممتازة جدا إن شاء الله، اللي إحنا مستعد على المشتركين في الدورة الصيفية، مستعد كويس جدا للبطولة إن شاء الله. قرعة الدوري ما فيهاش فرقة جامدة فرقة ضعيفة، قرعة الدوري الأندية كلها بتلاعب بعض، ودي غير الكاس. الكاس ممكن تقع مع نادي جامد والتاني بيقع مع نادي ده اقل شويه مستواه، انما الدوري العام كله بيلعب بعض، ما فيش قوي وضعيف. ده ما احنا اتكلمنا كده، قلنا ارتباطات المنتخب كلها رسميه 85 يوم، الانديه الافريقيه كلها رسميه 55 يوم. لو يجي واحد بقى في العالم كله في دوري ياخد الايام ديت ال 85 على 55 يوم ويقول لك عايز دوري منتظم وعايز ينهي شهر 5 ويبدا شهر 8. ده احنا بادئين من 3 مواسم شهر 12، يعني عشان ترجع تاني تظبط الدنيا الناس عايزاها في يوم وليله. عشان نرجع في يوم وليله كنت عرضت على مجلس الاداره استاذ جمال علام ان احنا نلغي كاس من الكؤوس عشان نرجع للوضع الطبيعي بتاعنا بسرعه، انما لا طبعا في غرامه ماليه كبيره 20 مليون، فهو عنده حق طبعا ان مين هيتحمل المبلغ دوت. المبلغ ده فيه جزء من كبير من انه يروح للانديه، فبالتالي طبعا اضطرينا للطريق الصعب وطريق الناس كلها بتنقد فيه. وللاسف في 8-9 انديه ما جابوش ملاعب لغايه دلوقتي، مدينهم مهله 48 ساعه. وبرضه بقول للانديه برضه زي ما انت بتنقد وعايز دوري زي اوروبا، المفروض الانديه برضه في اوروبا كل واحد عنده النادي بتاعه وعنده ملعبه وما بيروحش ياجر ملاعب، ما بيروحش النهارده يتخانق مع بيت الاسبورت يروح الدفاع الجوي، يتخانق مع الدفاع الجوي يروح استاد القاهره. فلازم كل الانديه برضه تقول اللي ليها واللي عليها وكل واحد يعمل شغله. اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. اما عن قرعه الممتاز به التعدين بيستهل مشواره بديربي والشرقيه يواجه الكهرباء. زي ما حضراتكم عارفين ايضا بعد هذه القرعه او قرعه الدوري الممتاز الف ايضا اتعملت قرعه الدوري الممتاز به. ولكن خليني الاول اطمن على حكم مباراه النادي الاهلي والنادي المصري من عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم الكابتن عصام عبد الفتاح. كابتن عصام ازاي حضرتك؟ اهلا بك كابتن اسلام واهلا بكل مشاهديك الكرام. كابتن عصام، يعني انا لسه قاري السي في بتاع الحكم النرويجي، يعني هل هو عشان جه قبل كده مصر فوافق ان هو يجي؟ لان انا كنت سامع بعض التعليقات لحضرتك او بعض التصريحات لحضرتك كنت بتتكلم على ان حكام النخبه كلهم دلوقتي عندهم معسكر في اوروبا وكذا وكذا وكذا. راي حضرتك ايه في هذا الموضوع؟ بالظبط، ويمكن بعض الحكام في اكتر من دوله كابتن اسلام اعتذروا على الحضور. نعم. نتيجه لان هم في بدايه الموسم وكلهم بيستعدوا للمباريات عندهم في الدوريات المختلفه. نعم. فاعتذرت اكتر من دوله الحقيقه اعتذار رسمي، ففكرنا في بدائل اخرى. لقينا ان هذا الحكم جه مباراه الاهلي والزمالك وعمل مباراه جيده جدا. نعم. ما كانش عنده اخطاء، وحاولنا ان نكلم الاتحاد فلقينا ان في موافقه ان هو يجي. هو طبعا الحكم الاول هناك في النرويج ومن الحكام الكبار في اوروبا حاليا، بيدير مباريات على مستوى عالي الحقيقه. نعم. وكان حكم نهائي، كان حكم المباراه النهائيه لكاس العالم في 2011، كاس العالم للشباب. نعم. للشباب. بالظبط. طيب كابتن عصام، الحكم وصل بالفعل القاهره ولا هيجي بكره؟ لا وصل يا كابتن اسلام. وصل. طيب. وصل الساعه 8. وصل الساعة 8 وهيمشي إن شاء الله بعد بكرة أو بعد المباراة. يمشي بعد بكرة إن شاء الله بإذن الله. هل في أي تعليمات حضرتك قعدت معاه قلتها له إيه اللي هيحصل في المباراة؟ عرفته حساسية المباراة دي إن هي نهائي كأس مصر ما بين ناديين كبار ولا ما وصلوش هذا الكلام؟ أنا ما قابلتوش تماما الحقيقة، عشان أكون صادق معاك. في مرافق خدوه للفندق وبكرة من الفندق للملعب. هي مباراة كرة قدم، الراجل عنده خبرات كبيرة، هيحكم مباراة عادي كأنها عنده في الدوري النرويجي أو في دوري أبطال أوروبا أو في أي بطولة أيا كانت. فمن الشيء اللي غير مستحب إن أنت تتكلم مع الحكم وتقول له،
وعلى فكره ما فيش حكم في العالم يا كابتن اسلام ما بيخشش على النت ويشوف المباراه اللي رايحه وبين مين ومين. خلينا نكون حتى زي اللاعب بالظبط، اللاعب حتى لما بيكون بيلعب في منتخب او في نادي ورايح يلعب مباراه في بطوله افريقيا مثلا او في كاس الامم، فاكيد بيبقى عاوز يعرف معلومات مين افضل لعيب، الفرقه بتلعب ازاي، ده اللاعب اللي عنده ثقافه واللاعب اللي يعني بيحاول يطور من اداؤه ويستفيد من قرايه اللعب بالنسبه للفريق الاخر. هل في اي تعليمات لمباراه بكره كابتن عصام ولا هي التعليمات العاديه؟ لا التعليمات العاديه ما فيش اي تعليمات يعني اوفر، يعني التعليمات العاديه لمباراه في نهائي كاس مصر. تمام. كابتن عصام النهارده برضو صدر تصريح من حضرتك عن ان هناك اصبح هناك في الدوري المصري في القيد المصري خلال الفتره القادمه ان شاء الله ثلاث لاعبين اجانب فوق السن ولاعب اجنبي تحت السن، هل ده بالفعل لا حصل؟ هو لا لا لا، هو كان اللي انا يعني اللي انا قلت كانت فكره من اتحاد الكوره. نعم. اتطرحت ولكن لسه حتى الان لم يتم الموافقه عليها، بان كان يكون ثلاث لاعبين اجانب ولاعب تحت السن، ولكن بالنسبه كبيره ولاعب اجنبي تحت السن مظبوط؟ ولاعب اجنبي تحت السن. نعم. لا لا، ثلاث لاعب اجانب ولاعب اجنبي تحت السن، ولكن دي كانت فكره الحقيقه من البعض، ولكن بشكل او باخر يعني اعتقد ان هي مش هيتم الموافقه عليها. مش هيتم الموافقه عليها؟ ده وجهه نظري، ولكن لسه ممكن تتعرض على المجلس، لكن اعتقد ان ممكن الاغلبيه ممكن ما يكونش في موافقة على هذا الموضوع. لكن وجهة نظر حضرتك كعضو يعني في اتحاد كرة القدم ان حضرتك مش موافق على هذا الموضوع. لا انا بقول الاغلبية هتكون مش موافقة على هذا الموضوع، اغلبية المجلس يعني، وفي النهاية احنا بناخد القرار بالاغلبية، وهي كانت فكرة مطروحة. نعم. ولكن مجرد فكرة، ولكن انا بقول لحضرتك يعني من خلال تواجدي في المجلس ان بنسبة كبيرة مش هيكون في موافقة عليها. والفكرة دي يا فندم يعني ظهرت ليه؟ يعني لماذا ثلاث لاعبين تحت او فوق السن يعني ولاعب تحت السن؟ والله كانت فكرة ان في بعض الاندية كانت بتطالب ان هي عندها تعاقدات مع لاعبين اجانب ومش قادرين مثلا يعيروا حد او يعملوا حاجة يعيروهم او يبيعوهم بشكل او باخر، ولكن في النهاية كان قرار الاتحاد، لان احنا الحقيقة كابتن اسلام نعم. احنا نتكلم بكل منطقيه، احنا بنتكلم على ان احنا عندنا نقص حد في السترايكر راس الحربة. مظبوط. طيب من الصعب الحقيقه، وده راي يحترم، من الصعب ان انت بتقول عاوز يعني يكون في وجوه جديده في هذا المركز مصريين او المهاجمين المصريين ياخدوا فرصهم بشكل اكبر من اجل لان يا كابتن كمان الاتجاه ان انا اجيب اجنبي، فاول حاجه هبص عليها راس حربة. بالظبط، هجيب لاعب هداف حضرتك زي ما بتقول. وفعلا هتلاقي حتى كمان فرق كتيره من اللي عندهم اجنبي الاغلبيه روس حربة يعني، فطبعا اعتقد لو احنا وافقنا على اربعه هيعيد بالسلب على هذا المركز بالذات وعلى الكره المصريه، فاحنا يعني الاغلبيه شايفه ان ممكن يكونوا ثلاثه فقط بس. متى سيتم اتخاذ القرار في هذا الموضوع يا كابتن عصام؟ والله اعتقد قريبا يعني، ولكن انا شايف ان الاتجاه الى انه ثلاث لعيبه اجانب فقط يعني. ثلاث لعيبه اجانب فقط. طب كابتن عصام ايضا طمنا على بقى بدايه الموسم الجديد، وطمنا على حكام مصر خلال الموسم القادم ان شاء الله. احنا ان شاء الله كابتن اسلام بعد بكره هنبدا معسكرات، لان حضرتك عارف ان الموسم اللاضم في بعضه. نعم. وما فيش وقت كافي الحقيقه، محدش خد راحه الحقيقه لالتقاط الانفاس من اذا كان انديه او لاعبين او حكام. نعم. فاحنا نبدا من يوم 16 الاستعداد للموسم القادم الحقيقه، اليوم 9 يعني لحد بعد البدايه حتى كمان بيوم، ان احنا نقوم بعمل معسكرات على مستوى عالي جدا للحكام، لحكام النخبه وايضا حكام الدرجه الاولى، وهنعمل كمان للمحاضرين وهنعمل ل مراقب الحكام او مقيم الحكام. نعم. وان شاء الله هيكون الاستعداد الحقيقه بشكل كبير جدا. لان الموسم القادم الحقيقه هيكون موسم اصعب بكثير من الموسم السابق، خاصه. نعم. بالنسبه للتحكيم الحقيقه. اتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا كابتن عصام، ونتمنى لكل حكام مصر كل التوفيق. اشكرك يا كابتن عصام على وجودك معنا. كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم والمشرف العام على الحكام او رئيس لجنه الحكام. ايضا خلينا نطمن على ما يحدث في بورسعيد من رئيس النادي المصري استاذ سمير حلبيه. ازي حضرتك يا سمير بيه؟
اهلا اهلا كابتن اسلام، اهلا بحضرتك وتحياتي يا فندم لحضرتك. ويعني بسم الله ما شاء الله، يعني انا جنبي خشب كتير اقول لحضرتك بتتفرج، انا يعني بمسك الخشب على ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. السنه هذه السنه او هذا الموسم الرائع الحقيقه من النادي المصري، سواء في الدوري العام يعني البطوله الافريقيه، واحده واحده ان شاء الله الامور تبقى احسن واحسن، ولكن دوري عام النادي المصري بينهي بشكل محترم، وصوله لنهائي كاس مصر اعتقد ان ده سر ترابط جمهور بورسعيد مع إدارة النادي المصري. أيوة. فيعني ألف مبروك الأول، أنا حبيت إن أنا هني حضرتك على اللقاء بغض النظر بقى عن ما سيحدث غدا يعني إن شاء الله، لكن نتمناها إن شاء الله مباراة جيدة ما بين الفريقين إن شاء الله يا أستاذ سمير. لا إن شاء الله مباراة عادية زي إحنا لعبنا الموسم ده الموسم اللي فات أربع مباريات مع النادي الأهلي. نعم. طيب. وكلها كانت جيدة جدا جدا أكتر ما يتوقع أي حد. هو في بس مشكله ان الناس عماله ساعه الاهلي يجي يلعب المصري في مشكله الدنيا هتتقفل ايه؟ ما احنا خلاص عرفنا الحدوته كان اولها ايه واخرها ايه، وان دي كانت شويه احداث سياسيه وخلصت غارت في 60 داهيه. نتيجتها مؤلمه على هنا وعلى هنا، لكن احنا كلنا مصريين، نادي الاهلي مصريين، نادي المصري مصريين، اهالينا هنا وهنا وهنا وهنا، يعني خلاص راح. أربع مباريات لعبناها موديل خمسة إن شاء الله يبقى كويسة ونحافظ على شبابنا في كل مكان في مصر، لأن هو ده اللي هيبني مصر. طبعًا طبعًا، لأن هي الرياضة دائمًا ما تقرب، المفروض إن هي بتقرب مش إن هي تدعو للنفور والتباعد يا سمير بيه. الله يديك الصحة والعافية، هو ده الكلام المحترم. تمام، كم واحد هيحضر بكرة من مجلس إدارة النادي المصري يا فندم؟ 30 عضو من الأهلي و30 عضو من المصري من النادي المصري. تمام، برضو حضرتك انا عرفت ان حضرتك لسه ماشي من معسكر الفريق، يعني طمنا برضو على احوال النادي المصري. لا الشباب ما شاء الله عادي، والجهاز الفني معيشهم في جو ان ما فيش اي مشاكل خالص. مباراه الفريق الاهلي اللي بيلعب الاهلي لازم يبقى عامل حساب للنادي الاهلي. نعم. فيعني لكن دلوقتي بالنسبه للعيبه خلاص النادي الاهلي، انا غالب النادي الزمالك من ثلاث اربع ايام فبلعب الاهلي، خلاص الزمالك والاهلي طالما لعبت معاهم وبدات اغلبهم ويغلو خلاص الدنيا بقت خلاص. مباراه زي اي مباراه في اي وقت. ولكن هي في نهايه الامر برضه هي نهائي كاس مصر برضه بعد 18 سنه، اعتقد ان ده انجاز كبير جدا جدا يحسب لمجلس الاداره. طبعا انجاز كبير طبعا. بعد 18 سنه يعني يا سمير بيه برضه اعتقد ان ده انجاز يحسب لمجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين وجمهور بورسعيد قبلهم طبعا. هو انا عايز اقول لك حاجه، كنا زمان بنقول دايما تداول الفرحه حلو. نعم. يعني شويه عند الاهلي شويه عند الزمالك شويه المصري شويه اسماعيلي، تمشي الحياه كده نعم. طب يعني سمير بينا، يعني حضرتك كنت عضو مجلس اداره في في المجلس اللي كان الاستاذ عبد الوهاب قوطه طبعا لما كان رئيس النادي المصري وخد الدوري سنه 98، يعني برضه احكي لنا عن بعض الذكريات في هذه المباراه الهامه اللي فاز فيها النادي المصري على المقاولين العرب في ذلك الوقت. وبرضه إرادة الله سبحانه وتعالى، كان عندنا فريق كويس وفي دايما طالما بتوجد اخلاص في مجلس الاداره مع الجهاز الفني مع الجمهور بتبقى حاجه حلوه كده، ما بيبقى في كده توافق باخلاص تلاقي الله سبحانه وتعالى، يعني لازم يبقى في جايزه بيديها لك ربنا كده. وكان ده حصل معانا، كنا لجنه خماسيه برضو في 97 98. نعم. وربنا اكرمنا خدنا كاس مصر وخدنا المركز الرابع، والسنه دي برضو والله هو نفس يعني الايام بتعيد نفسها، بس لما يبقى كل 20 سنه يبقى يعني بعيد شوية بس الحمد لله. لا يعني اعتقد ان هو شيء رائع برضو المستوى اللي بيظهر بيه كل اللعيبة وجهاز فني ويعني وادارة محترمة ومترابطة الحقيقة. طيب خليني برضو اروح للمكافآت يا سمير بيه، يعني هل حضراتكم كمجلس ادارة بترصدوا مكافآت معينة لهذه المباراة؟ لا 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 مين ده؟ ما فيش اي مكافآت يعني ولا ايه؟ في يعني احنا الزمالك عندنا اللائحة كانت 20,000 لكل واحد، بنام كل واحد 40,000 جنيه للعيبه. بسم الله ما شاء الله، تمام. وبعد المباريات فورا بيصرف المكافاه بتاعته. والله الله يكون في عونك برضه يا سمير بيه، يعني معروف ان موارد النادي المصري او الانديه الشعبيه دايما بتبقى معروفه ان هي موارد قليله شويه عن بقيه الانديه يا سمير بيه.
اصل برضه مع مغلب الاهلي هتبقى مكافئات كتير قوي. ده الاهلي يعني انت تغلب الاهلي يعني غلبت الزمالك 40 طب هتغلب الاهلي بكام؟ لا يعني والاهلي وهيبقى في النهائي لو يعني حصلت ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله احنا بنقول كده بس تتكلم لكن ما تفرق معانا اللي بيلعب اكتر هو احسن واخلاق احسن وبيبسط الناس اكتر ان شاء الله باذن الله هو اللي هيفوز بقلوب الناس قبل اي حاجه. اخيرا يا فندم وفي ليله نهائي كاس مصر حضرتك بتقول ايه للمدير الفني كابتن حسام حسن لمدير الكره كابتن ابراهيم حسن بتقول ايه لجمهور بورسعيد؟ بالنسبه للجهاز الفني الحقيقه يعني بذل مجهود معانا بقاله سنتين ودي السنه الثالثه من يعني يستحق كل التقدير يعني الى ابعد الحدود. نعم. لان بيبذلوا مجهود الحقيقه يعني نتائجه واضحه قدام الناس كلها. نعم. بالنسبه لجمهور بورسعيد المحترم اللي انا من اول يوم لان 90% منهم اولادنا والباقي اخواتنا يعني ما شاء الله. يعني انا بقول لهم زي ما هم قالوا انهم امبارح ان هم بيعملوا هيبقى احسن مباراه واحسن جمهور والناس مجرد ان هي بتشجع بس وبتشجع اللعبه الحلوه للفريقين لفريق واحد. تمام. برضو ايضا كلمه للنادي الاهلي يا فندم ولجمهور النادي الاهلي. بالنسبه للنادي الاهلي اتمنى ان الله سبحانه وتعالى يساعدهم ويحطوا ايديهم في ايدين بعض مع المهندس محمود ويعملوا حاجه كويسه. نعم. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي اقول له لا حقد ولا ضغائن ولا رياضه زي ما حضرتك قلت الرياضه بتصفي النفوس. نعم. بتطلع السلبيات اللي جوه الناس احنا كلنا مصريين. مش عايزين لا اهلي يزعل مصري ولا مصري يزعل من اهلي ولا الاتحاد ولا الزمالك كلنا جمهور مصر. نعم. كلنا اولاد مصر بلد محتاجه كل الناس لازم نفوق ونحط في اعتبارنا ان البلد مستهدفه لازم احنا نحافظ عليها ما نعملش احنا قلاقل لا احنا اللي نحافظ على مصر. نعم. اشكرك يا سمير بيه ونتمنى لكم يا رب كل التوفيق ونتمنى طبعا للنادي الاهلي كل التوفيق يعني سمير بيه حلبيه رئيس نادي او رئيس مجلس اداره النادي المصري في اتصال مهم جدا جدا طمن جمهور بورسعيد على النادي المصري وعلى احوال النادي المصري كان لسه خارج من معسكر النادي المصري وطمنا الحقيقه على النادي المصري وما سيحدث غدا وزي ما حضراتكم شفتوا كلمات محترمه الحقيقه من رئيس النادي المصري سمير حلبيه عن مباراة غدا. هذه المباراة هي المباراة الأهم بالنسبة للنادي المصري أعتقد طوال هذا الموسم أو طوال الموسمين ثلاثة اللي فاتوا فنتمناها يا رب أن تخرج مباراة جيدة ما بين الفريقين وبين الطرفين. مين اللي يكسب ومين اللي ما يكسبش دي حاجة ما تخصناش احنا كل واحد بيحب طبعا أو بينتمي للنادي بتاعه وبيشجع النادي اللي بينتمي له ولكن في النهاية هي مباراة لكرة القدم نتمنى أن تمر على خير. عندنا أيضا تقرير عن ما حدث في قرعة الممتاز به نطلع نشوف هذا التقرير وفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. والله القرعة يعني كانت كويسة 16 نادي في كل مجموعة 16 نادي محترم وكله عايز عنده طموح ان الصعود وربنا يوفق يا رب اللي ليه نصيب في الصعود ان شاء الله. بالنسبة لنا احنا عندنا هدف واحد بس هو الصعود مش باصين لحاجة تاني عايزين نفرح 35,000 عامل في سيراميكا كليوباترا عايزين نفرح محمد بيبا لان اللي موفر لنا كل حاجة ومساعدنا في كل حاجة عملنا معسكر وفي معسكر تاني بنتمنى من ربنا التوفيق. القرعة يعني لحد كبير يعني متوازنة وإن شاء الله يعني نسأل ربنا كده التوفيق بإذن الله يعني. الحمد لله احنا عاملين فترة إعداد كويسة دلوقتي مع الكابتن أحمد العجوز مستمر معنا من السنة اللي فاتت عاملين فترة إعداد في برج العرب في اسكندرية ويعني الحمد لله يعني الأمور كويسة هو بس في مشكلة واحدة بتقابلنا مع الاتحاد هنا أثرناها معاهم بخصوص قطاع الناشئين عندنا فرقه 97 احنا بنلعب في الممتاز ب فالسنه اللي فاتت سمحوا لنا ولعبنا دوري ممتاز الحمد لله فنشنا الموسم مركز رابع فوق الاهلي والزمالك والمقاولين عملنا نتائج ايجابيه فالسنه دي احنا بس طالبين ان احنا نشترك برضو في الدوري الممتاز وهم كانوا وعدونا السنه اللي فاتت ان لو النتائج كويسه هنشترك فلغايه دلوقتي الموضوع لسه يعني ما اتحلش. والله يوم جميل يعني انا جاي من اسكندريه وشايلين هم السفر لكن يعني يوم جميل وقدرنا ان احنا نلحق القرعه وقرعه جميله جدا جدا لكل المجاميع كلها كانت بشفافيه كبيره جدا والحمد لله كان يعني
لينا الحظ ان احنا في المجموعه قويه جدا، مش لينا الحظ قوي يعني، هي مجموعه اصعب، لكن لينا الحظ في اول ثلاث ماتشات يعني ها بالنسبه لنا نسبيا كويس الحمد لله. احنا معانا جهاز فني برتغالي وانا موجود مدير كوره، عندنا طموح كبير جدا واصرار ان احنا نصعد السنه دي ان شاء الله الدوري ممتاز. الاهم بالنسبه لي ان احنا يعني الدوري طويل، وده اللي انا بوصله للعيبه دايما، الدوري طويل قوي ما نهمتش من بدري، يعني في لعيبه انت عارف بتهمد من بدري ولعيبه بتحس ان الامور بعيده جدا، اديك شفت السنه اللي فاتت اكبر مثال البلديه متصدر بقاله يعني من اول الدوري لاخر الدوري متصدر بتفارق 8 نقاط، وفي الاخر هو اللي بدا يخسر ويخسر نفسه، لان الرجاء هو اللي صعد في اخر ماتش في الدوري يمكن في الدقيقه 94 والحكم كان مدي 5 دقائق وقت ضايع، ففي الدقيقه 94 كسب البلديه، فزي ما بقول لك لاخر نفس في الدوري انت لازم تلعب على البطوله. القرعه كان ما كانش فيها اي مشاكل، وكانت الفرق معروفه مقدما، بس كان موضوع مين اللي هيلعب في الاول الاسبوع الاولاني والثاني والثالث، انما كان في مشكله قبل كده اللي هي موضوع الخمس فرق اللي هينزلوا، كان طبعا كل الانديه كان كل رؤساء الانديه اتفقوا ان ثلاث فرق اللي ينزلوا بس، ولقينا فوجئنا ان الاتحاد بعت لنا ان 5 فرق اللي هينزلوا، هي دي المشكله القائمه دلوقتي ما بيننا وما بين الاتحاد وكل فرق انديه الدرجه الثانيه، عاوزين 3 فرق بس، وكانوا متفقين على كده. القرعه تمت للثلاث مجموعات بشكل هادي جدا، راعينا فيها بعض السويتشات لبعض الفرق اللي بتلعب على ملعب واحد او في مدينه واحده قريبه، راعينا ان احنا نعمل الدوري القرعه بدري بشهر عشان ندي فرصه للانديه تبقى عارفه جدولها ايه، ان شاء الله بعد الدوري ممتاز ما تتعمل قرعته هنعمل مواعيدنا عشان يبقى مش في تعارض، وبالتالي نقدر يبقى في فرصه للحكام ويبقى في فرصه للناس تتفرج والمحافظات والكلام ده كله. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، مره اخرى الاهلي بيخطر الكاف بموعد مباراه الترجي يوم 16 سبتمبر المقبل، اللي هو شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال ان النادي الاهلي حدد موعد لقاء الذهاب امام الترجي ليكون يوم 16 سبتمبر المقبل في اطار دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا بحضور 20,000 مشجع بعد تلقي الموافقات الامنيه. الاهلي بيكشف ايضا عن موعد مشاركه سعد سمير وندفد في التدريبات الجماعيه ان شاء الله في خلال بعد مباراه نهائي كاس مصر، هيكونوا الاثنين مشتركين في التدريبات الجماعيه. طيب فيكتور بيتوركا في جوله تفقديه بنادي الزمالك ومرتضى يتمسك باستمرار رودريجو ويرفض طلب بيتوركا. حتى الان خليني اقول لحضراتكم معلومات مهمه جدا، حتى الان لم يتم التوقيع ما بين نادي الزمالك وما بين فيكتور بيتوركا المدير الفني لنادي الزمالك، او المدير الفني اللي من المفترض ان يصبح مديرا فنيا لنادي الزمالك. فيكتور بيتوركا زي ما حضراتكم شفتوا وقريتوا ان هو واحد من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين في اوروبا، عنده سي في قوي جدا، راح مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وتفقد المنشآت اللي موجوده في النادي، واول تصريح له قال ان هو يعني معجب جدا بشكل نادي الزمالك وما يحدث داخل نادي الزمالك من انشاءات جديده وكذا وكذا كذا، وقال ان هو يضاهي كل الانديه اللي هو درب فيها قبل كده. فيكتور بيتوركا زي ما بقول لحضراتكم حتى الان لم يتم التوقيع رسميا ما بين مجلس اداره النادي الزمالك وما بين فيكتور بيتوركا، هو عمل اللفه دي بتاعته او الجوله التفقديه في نادي الزمالك، وبعدين المستشار مرتضى روح بيته وفيكتور راح الاوتيل اللي قاعد فيه، وحتى الان هناك بعض المفاوضات تتم عبر التليفون، والراجل ان شاء الله في خلال المفروض نص ساعه او ساعه يتم الاتفاق على كل البنود، لان هناك المستشار مرتضى متمسك باستمرار رودريجو بوجود البرازيلي ماركو رودريجو مدرب احمال الفريق مع الجهاز الفني الجديد، وخاصه ان الروماني فيكتور بيتوركا المرشح الاقوى حتى الان ما زال مرشحا قويا لتدريب نادي الزمالك. بتركيا عايز 8 افراد معاه
في الجهاز الفني، ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك أن يقلل عدد الأفراد لأنه بياخد مبلغ كبير جدا فيكتور بتركا. حتى الآن لم يتم التوقيع رسميا، وفي حالة أنه هو تم التوقيع رسميا قبل ما ننهي هذه الحلقة إن شاء الله هتكون الخبر موجود مع حضراتكم، وهنحاول ساعتها نجيب المستشار مرتضى منصور يقول لنا عن خبر توقيع فيكتور بتركا. ولكن حتى الآن هناك بعض المفاوضات اللي لسه لم تنتهي حتى الآن. الرجل بالفعل راح نادي الزمالك ولف وكذا وكذا وكذا، ولكنه لم يوقع رسميا حتى الآن. زي ما قلت لحضراتكم ايضا الزمالك يتعاقد مع محمد اشرف ويعير اتشيمبونج للطلائع في اطار اللعيبه الجديده اللي بيجيبها نادي الزمالك. حجازي وصلاح في التشكيله المثاليه للجوله الاولى للبريميوم ليج في الدوري الانجليزي. محمد صلاح زي ما حضراتكم عارفين احرز هدف وعمل ضربه جزاء او تسبب في ضربه جزاء، ايضا احمد حجازي احرز هدف رائع لفريقه بضربه راس. الاثنين الحقيقه بيؤدوا بشكل رائع، ايضا لسه في احمد المحمدي ولسه في رمضان صبحي، لسه مجموعه اللعيبه المصريين ان شاء الله كلهم يتالقوا خلال الفتره القادمه. اتفرجتم امبارح على مباراه ذهاب الكاس السوبر الاسباني ما بين برشلونه وريال مدريد، وفاز فيها ريال مدريد على برشلونه بثلاثيه مقابل هدف وحيد. رونالدو هيتم ايقافه 5 مباريات لدفعه حكم المباراه. امتى القرار طلع؟ مباراه لعبت امبارح الساعه 10 بالليل، النهارده قرار طلع من حوالي 3 4 ساعات. وانا قاعد امبارح او كل حد يعني فاهم في الكوره وهو قاعد قال لك ان على الاقل من 5 ل6 مباريات رونالدو هيتوقفه، وبالتالي يجب ان يكون الموضوع سريع حتى هنا في مصر. اي حد يلمس الحكم كده ولا كده يجب ان يكون هناك عقوبات، وعقوبات رادعه وسريعه جدا جدا. عموما ايقاف رونالدو 5 مباريات لدفعه حكم الكلاسيكو بعدما احرز هدف الثاني الرائع لريال مدريد، ومبروك لكل اللي بيشجعوا ريال مدريد. النهارده الحقيقه عندي حلقه مهمه جدا، حلقه مع واحد من نجوم النادي الاهلي القدامى وكابتن النادي الاهلي في فتره من الفترات، كابتن اصبح قديم يعني خلاص احمد السيد، مع انه لسه صغير ولكن اصبح يعني بقينا قدام كلنا، حتى انا كل الناس اللي اعتزلت اصبحت لاعبين قدامى. احمد السيد كان من اللاعبين المتواجدين في نهائي اخر نهائي لعبه النادي الاهلي وفاز فيه بكاس مصر، مباراه 4-3 الشهيره جدا ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك في ذلك الوقت، وفاز فيها النادي الاهلي 4-3. احمد السيد نجم كبير الحقيقه، وملقب بميسي الكره المصريه. ميسي الكره المصريه دي بينا وبين بعض لما كنا بنبقى قاعدين، ولو حضراتكم تتذكروا في حلقه مستر مانويل جوزيه قال لي ما بساله على ميسي، قال لي ميسي الناس كلها عارفه ان احمد السيد هو ميسي النادي الاهلي في ذلك الوقت. طبعا دي دعابه، كان دايما مستر مانويل جوزيه يقول له احمد انت شبه ميسي، لانه كان دايما بيلعب بشماله وهو اساسا ما بيلعبش بشمال. عموما هنتكلم مع احمد السيد عن ذكرياته في هذه المباراه، كيفيه توقعه لمباراه بكره، عن شغله الجديد. احمد السيد بطل كوره واصبح دلوقتي وكيل للاعبين، هنتكلم معاه في اشياء كثيره جدا تخص كره القدم المصريه، وخصوصا نهائي كاس مصر ما بين النادي الاهلي والنادي المصري. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم احمد السيد. أحمد السيد واحد من أكثر كباتن الأهلي تحقيقا للبطولات والإنجازات، أعلن اعتزاله الساحرة المستديرة بنهاية الموسم المنقضي بعد رحلة طويلة مع الكرة. لعب 12 موسما مع الأهلي، فاز ب 24 بطولة مع الفريق الأحمر منذ صعوده إلى الفريق الأول موسم 2000-2001، بعد أن حمل رقم 5 الخاص بسمير كمونة مدافع الأهلي السابق، إلى أن حصل على شارة قيادة الفريق الأحمر عقب مشكلة حسام غالي ومانويل جوزي. جاء قرار اللاعب بتعليق الحذاء بعد أن خرج من حسابات الإسباني ماكيدا المدير الفني للاتحاد السكندري قبل رحيل المدرب، حيث لم يشارك في مباريات الفريق بالموسم الحالي، بالإضافة لتكرار الإصابة، وهو ما دفعه لاتخاذ القرار الصعب بالاعتزال بعد أن وصل إلى 36 عام.
بدأ أحمد السيد مسيرته لاعبا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن يتألق مع الفريق الأول في عهد البرتغالي مانويل جوزيه. حقق السيد 24 بطولة، بطولة الدوري العام فاز بها 7 مرات، وبطولة كأس مصر فاز بها 4 مرات، وبطولة كأس السوبر المصري فاز بها 5 مرات، وبطولة دوري أبطال إفريقيا وفاز بها في 4 مناسبات، وكذلك بطولة السوبر الإفريقي وفاز بها 4 مرات أيضا. كان يجتهد السيد لتطوير أدائه الهجومي، وكان يحاول الزيادة الهجومية من ناحية اليسار، وبالفعل لعب اللاعب في أكثر من مباراة في مركز الظهير الأيسر أثناء مغامرات جوزيه الهجومية. على الصعيد الدولي اكتفى بالفوز مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2006 من على دكة البدلاء. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، مره اخرى خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في حلقه اليوم، واحد من نجوم مصر زي ما حضراتكم سمعتوا في التقرير اللي كان عن النجم الكبير الكابتن احمد السيد. بطولات كثيره جدا جدا في النادي الاهلي، او حتى بطوله واحده مع منتخبنا القومي في الامم الافريقيه 2006، يعني نجم من نجوم مصر والنادي الاهلي كابتن احمد السيد. شرفنا يا ابو الكباتن وجودك معانا، ويعني سعيد جدا بقى لنا كتير ما تقابلناش. اخر مره شفتك كنت شفتك في مباراه الاتحاد، في مباريات الاتحاد. لا طبعا انا سعيد طبعا بوجودي مع كابتن اسلام، طبعا كابتن حبيب. الكبير ويعني زميل الملاعب والبطولات دي كلها طبعا كابتن اسلام كان له دور فيها طبعا. كنا خط الدفاع ده في ماتشات افريقيا دي كنا بنكسر الدنيا بنكسر الدنيا. انا فاكر ماتش انيمبا اللي كنا بنلعب في الطينه دي، الطين وفي الرمله وفي الميه وكل حاجه، الكوره ما بتخرجش من عندنا من ورا. كنت بلعب كنت بلعب انا وحضرتك ووائل جمعه وعماد النحاس، وكان الباك ليفت كان جيلبرتو. هو دايما الباك ليفت يا جيلبرتو يا سيد. انا مشيت قبل سيد ما بيدافعوش. ايه؟ ما بيدافعوش، كنا بنلعب 4 ما بيدافعوش بيهاجموا بس. عشان كده كنت بيسميك ميسي، عشان بتلعب ناحيه الشمال على طول. الناس بتفتكرني بلعب باك ليفت عشان ناحيه الشمال على طول، فالناس بتفكرني على طول. دي حقيقه، دي حقيقه والله يا جماعه. كان دايما الباك ليفت اللي بيلعب، انا كنت بميل للدفاع شويه فكنت بقف معاهم. الباك ليفت دايما احمد كان دايما طاير. عشان قدامك بركات كان بيلعب قدامك، فهو كان بيعمل الحته الهجوميه وانت الدفاعي اكتر. بس انا يعني كان الناحيه الثانيه سيد على طول وجلبرتو على طول كانوا طايرين بقى بيلعبوا في النص الثاني، ما بيرجعوش خالص استحاله. فكان احمد دايما زي ما بقول لكم كده كان بيسميه ميسي، مانويل جوزيه. كان مستر مانويل جوزيه طبعا مدير الفني الكبير للنادي الاهلي كان يقول لك ميسي بقى، عشان هو دايما ايه احمد السيد ما بيلعبش، انت بتلعبش بيمينك اساسا، ما بتلعبش بشمالك اساسا، تلعب بيمينك. انا كل حاجه ياخد الكره مجرح على شماله وعايز يلعبها بشماله بقى. هو عشان بلعب ناحيه الشمال فخلاص بقى عودت نفسي على كده. كانت ايام جميله يعني. طبعا احلى يعني، انت شايف ده احلى جيل لينا يعني. احنا كنا اي ماتش بننزل كنا الشوط الاولاني بنحسمه خالص يعني. يمكن هو الماتش الوحيد اللي احنا حسينا ان احنا كان فيه نديه شويه، الاهلي والزمالك اللي هو 4-3 بتاع نهائي الكاس ده. انا كنت حاسس ده الماتش الوحيد اللي كان احنا ما حسمناش البطوله بدري يعني. كان اغلبيه البطولات النجم الساحلي 3-0، كل البطولات حسمناها بدري. حتى مباراه الصفاقسي يعني اللي كانت هناك، انت ما لعبتش المباراه دي صح؟ انت كنت مصاب. كان عندنا مجموعه كبيره من اللعيبه مصابه. انا جاي من الاصابه ومستر مانويل خدني قال لي انا احتاجك لو الشوط الثاني كسبانين العبك باك ليفت. كنت لسه راجع من الاصابه. وكان احمد شديد اللي بيلعب في ذلك الوقت. احمد شديد وكان جيلبرتو كان عامل ووتر اكيلس، فقال لي هتيجي معايا لو احتاجتك هتنزل في الاخر. طيب احنا خلينا هنتكلم عن ذكريات كثيره جدا في الساعه القادمه، ولكن يعني كلنا فوجئنا بصورتك في كل وسائل الاعلام خلال الفتره اللي فاتت مع احمد مدبولي بجانب رئيس نادي الزمالك احمد مدبولي صح؟ احمد مدبولي في ذلك الوقت. عقب انتقال احمد مدبولي من النصر للتعدين لنادي الزمالك، حتى الناس لما بقت بتشوفني تقول لي احمد السيد ايه اللي حصل يا احمد، احكي لنا كده ايه الموضوع. طبعا الفكره بدات، انا طبعا يعني انا مش هسميها وكيل، انا مدير اعمالي. هو قبل مدير اعمالي هو اخويا الكبير كابتن تامر النحاس، بقى له معايا 12 سنه هو مدير اعمالي. نعم. فالفكره عجبتني ان كابتن تامر بيشتغل يمكن بشكل مختلف شويه. معنى ان هو بيتعامل مع اللعيب ان هو ما ينفعش اللعيب يعمل اي حاجه في حياته من غير ما يرجع للكابتن تامر. فانا عجبتني الفكره من كده. انا بشوف ناس تانيين بيشتغلوا بدور الوساطه، بمعنى ان خلاص انا نقلت لعيب في حته باخد الكوميشن بتاعي وخلاص، وما
اللعيب ماليش علاقه بيه تاني، ماليش علاقه بيه غير وقت التجديد. انا كابتن تامر كان بيتعامل معايا يعني من انا من كل التجديدات الاهلي وكابتن تامر معايا. نعم. وحتى في الانتقالات بعد كده تليفونات بني سويف المقاصه الاتحاد كابتن تامر معايا. نعم. فعجبتني الفكره يعني، انا كنت يعني كل حاجه في حياتي كنت بكلمه فيها يعني، انا هشتري عربيه يا كابتن، عايز اجيب عربيه كذا، ايه رايك يا كابتن؟ طب ايه رايك تبقى اجيب دي ولا دي، ممكن يجي معايا يشوف. يعني انت بتتكلم عن فكره مدير اللاعبين وليس مدير اعمال اللاعب. مدير اعمال اللاعب، واللاعب ملوش حق ان هو يعمل حاجه من الرجوع لهذا الرجوع ليا، سواء اعلان سواء اي حاجه تجديد عقد. نعم. لازم يرجع لي انا. فانا الفكره عجبتني، حسيت ان هي فعلا كويسه. فمن سنتين كده بدات اقرب من الكابتن قوي، حتى وانا بلعب بقعد معاه في المكتب بشوف طريقته. هو الكابتن تامر ما شاء الله عنده عنده طريقه كويسه في الكلام. هو طبعا كابتن تامر الناس ما تعرفوش ان هو مهندس اصلا مدني. نعم. فدي فرق معاه جدا في الثقافه، هو مثقف جدا، فانا بستفيد منه في حياتي. ده هيكون خط اتجاه يعني الخط بتاعك خلال الفتره اللي جايه، ولا انت بتفكر ولا لسه دايما اللاعب لما بيبطل بيقعد يشتغل هنا شويه وهنا شويه لغايه لما بيبقى في حته معينه؟ ما بتفكرش في التدريب؟ ما بتفكرش؟ هو مبدئيا لحد دلوقتي انا يعني متفق مع كابتن تامر ان احنا بشوف الدنيا يعني. هو دلوقتي انا في فتره ان انا بتعلم اكتر يعني، بتعلم اكتر. هو بياخدني معاه في كل الصفقات تقريبا، في كل التفاوض بكون موجود معاه، بحيث ان انا اكتسب خبرات. يعني طبعا فرق معايا كتير ان انا يمكن لحد دلوقتي الحمد لله يمكن طبعا اعتبر ان حاس واحد من افضل طبعا محترم واسلوبه مقنع جدا يعني. نعم. هو بيتكلم اسلوبه مقنع جدا. ومحبوب جدا عند كل الانديه، فدي طبعا حاجه تفرق معايا ان انا اما ابدا اشتغل كايجنت اشتغل مع كابتن تامر النحاس. انا شايف ان هو اكبر وكيل لاعبين في مصر واقدمهم، وهو اللي عمل قيمه للشغلانه دي اللي هي الايجنت، هو اللي عمل لها قيمه، هو اللي عمل لها اسس. نعم. يعني كابتن تامر فاهم جدا في اللوائح، فاهم جدا في العقود، فاهم جدا في كل حاجه. فدي تفرق معاك جدا. انا قعدت الفتره اللي فهمتها قعدت معاها دي بقى لي شهرين تقريبا او شهر ونص، فهمت كتير قوي حاجات في اللوائح ما فهمتهاش وانا بلعب. فهمت كتير في العقود اللي بتتعمل يعني، انا بمضي العقد بتاعي وانا مع النادي مش بفهم ايه اللي بيحصل فيه. دلوقتي بدات تفهم الامور، افهم ايه اللي بتحط وافهم اللي بيتحط ازاي والضرايب بقيت افهم خلاص يعني. ما وديتش لعيبه للاهلي لسه؟ وديت. مين؟ ايمن اشرف. والله انا وكابتن تامر ودينا. ايمن اشرف. انا الحمد لله جايلك اسئله، معظم الاسئله بتقول لك انت وديت للزمالك. لا لا طبعا الاشهر يعني ايمن اشرف. لا طبعا ايمن اشرف في الاهلي. و مدبولي، احمد مدبولي، احمد مدبولي الزمالك. الزمالك. محمود علاء لسه. محمود علاء لسه امبارح الموضوع خلصان. عرفه السيد من وادي دجله الانبي. في حاجه كمان بنعملها جديده كابتن تامر بيعملها، يمكن هو الوحيد في مصر بيعملها، حته اكتشاف اللاعبين اللي في الممتاز به ويطلعهم للانديه الممتازه. يعني السنه دي 3-4 لعيبه لعيبه فعلا هيبقوا نجوم الدوري المصري، زي ميدو جابر بالظبط، نفس الفكره، نفس فكره ميدو جابر. في توني من الشرطه راح المقصه، ده ديفندر هيبقى من احسن الديفندرات في مصر. في كانو اتحاد السكندري من كوكاكولا ديفندر برضو، ده برضو لعيب كويس. في جريندو مهاجم اف سي مصر راح المصري مع كابتن حسام حسن. في كذا حد من في ثلاثه راحوا ام بي من تليفونات بني سويف، كابتن تامر اللي وداهم برضو. فدي حاجه كويسه طبعا كاستثمار للانديه، لانهم بيجوا طبعا باسعار قليله. نعم. نفس الوقت الانديه بتستفاد بيهم، فدي حاجه كويسه. محمود علاء انتقل للنادي الزمالك، هل كان في كلام عن النادي الاهلي؟ طبعا كان في مفاوضات مع النادي الاهلي. مفاوضات في مفاوضات مع النادي الاهلي طبعا، مفاوضات طبعا. لكن مع اللاعب ولا مع النادي؟ مع اللاعب ومع النادي. مع نادي وادي دجله. مع نادي وادي دجله طبعا. بس انا اعتقد ان عرض الزمالك كان اعلى، كان اعلى شويه طبعا. هذا يعني هو اللي انا اعرفه كابتن احمد، ان عرض الزمالك في فلوس وكل حاجه، ولكن ايضا اعتقد ان في لعيبه في يعني. لعيبه يعني مش مساله فلوس بس يعني. الديل في فلوس وفي لعيبه، فيوصلوا لسعر كويس، يوصل الديل لسعر كويس. لكن طبعا انا بكن الاحترام للنادي الاهلي طبعا ونادي الزمالك، بس ده حاجه بين الادارتين لا مع بعض. طبعا انت مالكش علاقه. انا مش علاقه يعني، انا ماليش علاقه. انا الاداره بتاعت وادي دجله عايزه الاغلى سعر طبعا، عايزه الاعلى سعر اللي تستفيد بيه ماديا كويس،
فمثالي عرض الزمالك كان يعني كان يعني تقريبا هيدفعوا 6 7 مليون تقريبا، ده اللي انا عرفته يعني. لو محرج انت تتكلم في الحاجات دي بلاش، 6 7 مليون جنيه او 6 مليون جنيه حاجه كده، و2 3 لعيبه يعني، ده اللي انا عارفه من من داخل النادي. دي مثالي هي الديل ده مثالي، لان ميدو عايز لعيبه معينه داخل مجلس سامي، هو الديل ده بالنسبه له كان الافضل والافيد لنادي وادي دجله، فهو الديل. فانا على اساسه اتحركت لنادي الزمالك. وبقى محمود علاء خلاص لعيب، محمود علاء امبارح خلاص، احنا امبارح خلاص خد الاستغناء. الاستغناء، واتصورنا امبارح مع سياده المستشار وخلاص وخلاص كله تمام. انت حابب بقى المجال وشايف الدنيا؟ المجال كويس يعني، هو المجال يعني حته ان انت برضو تساعد حد ان انت توديه نادي، ودي تبقى حاجه كويسه، انت بتحس برضو ان انت عملت حاجه كبيره، عملت كبيره لحد ما تشوف حد في عينه كده. ان انت حضرتك بتعرف اللعيب فتره الانتقالات دي بيبقى مضطرب، بيبقى نعم. النادي عارف هيروح فين مش هيروح فين، فحته ان انت توديه نادي دي وتنجح ان انت توديه نادي وتقنع النادي ده بامكانياته، فدي تبقى حاجه كويسه جدا بالنسبه لي يعني. شايف انها حاجه كويسه بشكل كبير عاملينها انا وكابتن تامر النحاس، فان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. اخر مباراه للنادي الاهلي استطاع ان يفوز فيها بكاس مصر، كنت حضرتك موجود في هذه المباراه، وكنت كان الكابتن عماد النحاس واعتقد شادي وانت وانا كنت بلعب. امير عبد الحميد امير طبعا، الامير اللي بيلعب مباراه الكاس، وانا باك رايت، شادي احمد السيد شديد كان بيلعب باك ليفت شديد اعتقد، كابتن اسلام الشاطر، حسام عاشور، حسن مصطفى، حسن مصطفى، محمد شوقي اللي بصل الكره لابوتريكا بتاعه التعادل عماد متعب، ابو تريكا كان بركات ما بيلعبش، بركات ما بيلعبش، لعب في لافيو، لان الكره اللي الجون الاولاني الجون الاولاني ده الكره اللي اتلعبت من عبد المنصف وعمرو زكي دخل ما بين شادي اعتقد وعماد، مظبوط؟ برضو الاسماء بتروح مننا. بتروح. لا طبعا الماتش ده كان 2007 من 10 سنين 10 سنين، فطبعا ده الجون المتعب فلافيو متعب، وكان تحتهم ابو تريكه صح. والجون بتاعنا الثاني كان في الدقيقه حوالي 48 او 83 بتاع ابو تريكه، الجون الثاني اللي هو الكرة اتلعبت لمحمد شوقي، زقها لعبها بالعرض، بعد كده جت لابو تريكا، ده هدف شيكابالا. بدانا الشوط الثاني، دخل فينا جمال حمزه، الهدف، وبعد كده جبنا جولين بقى ورا بعض، سامح حسني وسامح حسني. اهم ذكريات في هذه المباراه يا كابتن احمد بالنسبه لك يعني؟ حصل حاجه غريبه جدا واحنا رايحين المباراه دي، كان حضرتك فاكر واحنا بنلف من عند الاوتيل، الاتوبيس طلع فوق الرصيف، وقعدنا كتير جدا، واحنا كل اللعيبه كلها احنا متاخر، فاكر كنا بنلف من شارع في المرغني، احنا قاعدين في اوتيل قريب جدا من المرغني، واحنا بنلف من شارع المرغني والاتوبيس بياخد اليوتيرن، فطلع فوق الرصيف، قعدنا شويه، بقى في الـ في الـ في البتاع، وقعدنا بقى كل لعيبه اتشقمت، وكل لعيبه حست ان لا ايه ده احنا كده، ده مش فال كويس ان احنا ممكن نخسر. فالحمد لله كان الماتش ده كان يعني انا شايف من الماتشات اللي هي اللي الناس فرحت بيها قوي يعني، ما يقلش فرحه عن ماتش صفاقس، فرحنا ماتش صفاقس ما تقلش عن لا ماتش صفاقس يعني. انا كنت بلعب هنا وهنا، من وجهه نظري ما فيش زيه بصراحه. لا الماتش صفاقس الاستفزاز اللي كان مدير الكره بتاع صفاقس بيعمله فينا، كنت قاعد احتياطي، فهو كان انا فاكره كان لابس بدله، وكل شويه يطلع بدله ويعدلها ويقعد يبص لنا بصات اللي هو ايه خلاص انا خدت الكاس منكم. فدي بقى الفرحه طبعا الجماهير، عشان كده كله جري عليه يعني، الناس كلها كانت بتجري كلنا بتسأل. لو حضرتك جبت الجون كل اللعيبه كانت بتجري عليه، وعمالين اللي عمال يبص له واللي عمال، لان هو فعلا كان مستفز جدا يعني. كنا ركض في الملعب، احنا كنا بره، فاحنا كنا فعلا حاسين ان لا الموضوع زياده عن حده يعني، انت اكسب بس مش الدرجه دي. طبعا الصوره اللي علقوها لابو تريكا واللي عملوها اللي هو بيسلم الكاس، فالكلام ده كله طبعا انا ادى حافز للمجموعه كلها. مستر مانويل ما كانش مدرك لما جون جه، هو مش عارف، اما تحس ان هو مش حاسس ان كلنا بنجري عليه وهو بيبص لنا بتجري عليا ليه يعني. هو قعد مثلا 10 ثواني كده، هو مش انا فين، مش مصدق. بس خلي بالك السيناريو اللي حكاه لنا بالظبط، ولما قال لي انت ومتعب يعني ما كانش واضح ان انا ومتعب اللي مش هنلعب، لكن هو قال في اتنين مش هيلعبوا بيلعبوا على طول وهم اللي هينزلوا يكسبونا، لما خدنا جوه فاكر لو تفتكر، بدا محمد عبد الله الماتش، وبدا محمد عبد الله اللي كان بقاله فتره طويله قوي ما بيلعبش لو تفتكر، ولاعب اكوتي فكانت حاجه يعني، كان تشكيل غريب شويه، بس الحمد لله احنا البطوله دي يعني من البطولات اللي هي اللي بالنسبه لي في افريقيا اللي هي بطوله اللي هي جت بعد عناء، وجت فعلا بتاخد حاجه من بوق الاسد فعلا. 24 بطوله احمد يعني، اعتقد ان البطوله دي من اهم البطولات. هم 27 مش 24. طيب خلينا نرجع تاني لمباراه الاهلي والزمالك، لان المباراه دي
واحدة من المباريات الأهم في تاريخ الكرة المصرية. يعني مباراة الأهلي والإسماعيلي 4-4 على طول ذكرها 2002. أنا جبت جون في المباراة دي. نعم؟ جبت جون ضربة جزاء. أنا؟ ضربة جزاء صح؟ المباراة دي 4-4. كنت بلعب في الإسماعيلي. والمباراة 4-3، الناس كلها بتتكلم عن المباراتين دول، مباراتين من العيار الثقيل. الاتوبيس طلع فوق الرصيف وكلنا يعني كل حضراتكم وانتم قاعدين كلنا تشائمنا، كله تشائم من المباراه ورحنا تقريبا. هو دايما الراجل جوزيه بيحب يعني يخليك تسخن بدري قوي وتخلص بدري قوي عشان يلحق يرش الملعب عشان يلحق يرش الملعب. فروحنا متاخر وما لحقناش تقريبا يرش الملعب انا فاكر، ولا عملنا حاجه وكانت المباراه دخلنا في المباراه متاخر جدا. فاكر عماد النحاس ساعتها كان عماد النحاس عنده برد اعتقد، برد، وهو كان عماد شخصيه عصبيه جدا. فكابتن عماد النحاس قعد يضرب في الازاز، انا كنت قاعد وراه قعد يخبط في الازاز لما الاتوبيس طلع كده، فهو حس فعلا ان هو اتشد. يعني كابتن عماد اتشد قبل الماتش، قبل الماتش لما طلع على الرصيف احنا كلنا حسينا احساس ان لا اليوم ده مش بتاعنا. فقعد يخبط بايده في الازاز، حتى هديته يا كابتن ايه ده، خلاص كده كده هي باينه ان احنا النهارده مش يومنا، ان احنا كمان كنا هنخلص المباراه ورجعنا للاوتيل. ماتش اسك 1-0 بتاع بتريكا. فكان برضو ان انت تخلص ما تروحش بيتك، بالنسبه لنا طبعا هنبقى مع بعض قاعدين وسفريه طويله زي بتاعت كوتيفوار، فكان لو خسران هتبقى صعبه طبعا، وماتش مهم في بدايه دوري المجموعات، فكان الموضوع صعب جدا، فكان لازم كنا نفوز بالبطوله دي. وكانت البدايه ايه اللي حصل بعد كده؟ الاتوبيس بقى وقف، ايه اللي حصل؟ احكي لنا برضو شويه. الاتوبيس لا، الاتوبيس دي طبعا دي يعني وترت الاجواء بشكل كبير. انا نفسي توترت، غير ان الهدف المبكر اللي جه فينا ده طبعا ما كانش متوقع، مش متعودين من نادي الزمالك ان هو يجيب هدف بدري. احنا الماتشات كلها اللي كنا بنلعبها كنا احنا بنتقدم وهم يتعادلوا معانا، نعم، وبعد كده نكسب. ف الاحداث اللي حصلت قبل الماتش مع اتوبيس طلع على الرصيف والجون دخل بدري، فحسينا ان احنا ايه، حتى نظراتنا لبعض في الملعب ان احنا مش يومنا. بس طبعا يعني النجوم اللي كانت موجوده والكباتن حضرتك كابتن عماد وكابتن ابو تريكه وكابتن بركات، لا بركات ما لعبش الماتش ده، وعماد متعب وفلافيو وشادي، ان برضو اما بتلعب مع ناس عندها خبرات المواقف دي بيعرفوا يلموا اللعيبه ويلموا نفسنا، يعني نلم نفسنا كويس. احنا فعلا لمينا نفسنا كويس. لان صعب جدا ان انت ترجع في المباراه اهلي وزمالك ثلاث مرات، رجعنا ثلاث مرات بالظبط. احنا دخل فينا جون اتعادلنا، دخل الثاني اتعادلنا جبنا، اتعادلت امتى كمان؟ اتعادلنا في دخل الثالث اتعادلنا كسبنا ثلاث مرات، الماتش بيروح منك وانت بترجعه ثاني، وكنا في اكسترا تايم، فالموضوع صعب جدا. كانت اللياقه البدنيه، وزي ما انت بتقول كنا الكل بقى عامل حسابه ان هو مسافر بعد كده لساحل العاج. كنا الفرقه الوحيده اللي كنا بنلحم، يعني احنا لحمنا الموسم وبدانا وكنا مجهدين طبعا كلنا. وطبعا مستر مانويل كان عنده حته ثبات التشكيل دي، كانت فارقه جدا معانا برده. يعني مثلا كابتن اسلام الشاطر كان بتلعب طول الموسم انت الباك رايت الوحيد، مظبوط، ماتشات مثلا لو اصابه وقف بركات بيلعب باك رايت، بس الطبيعي تلعب طول الماتشات. نعم، افريقيا ودوري وكاس، كل اللي كان هم 12 13 لعيب. بس هو كان في ميزه، الراجل اللي هو كان بيعمل لنا ريكفري كويس، كنا مش بنتمرن يعني بيجي لو كل اربع ايام ماتش كنا بنلعب فولي، بنعمل ريكفري كويس، فدي كانت فرق معانا جدا يعني. كابتن احمد، المباراه دي انتهت لصالح النادي الاهلي 4-3. ده كان اعتقد تاني كاس ولا كان اول كاس في المرحله دي من اول 2004 2003؟ كان اول كاس تاني. لا لا لا، كان لا مش اول كاس، احنا كسبنا 2006 3-0 ابو تريكا وعماد متعب الماتش لما قبل النهائي لعبنا الاسماعيلي، كان الاسماعيلي كسبان 1-0، كان لا ضربه جزاء ابو تريكا وجون تاني برضو ابو تريكا جاب الجونين، لعبنا النهائي 3-0 كان متعب وابو تريكا وفي حد ثالث، ابو تريكا جاب جونين ومتعب جاب جون. في 2004 كسبنا برضو كاس مع مستر 2003 2004 مع كله مانويل جوزيه، لان هو لا كان ساعتها برتغالي برضو اوليفيرا مستر اوليفيرا، كسبنا الكاس برضو، لعبنا النهائي كان نهائي كان مين؟ اهلي وزمالك. تفتكر من 2007 لغايه 2017 10 سنين وقت طويل جدا النادي الاهلي لم يصل حتى الى النهائي، او وصل مره ولكن لم يفز بكاس مصر طوال هذه المده، تفتكر ليه؟ طبعا فتره طويله طبعا. انا شايف الفتره دي نادي الزمالك كان بدا يتعافى شويه، وبدات الفرقه يعني
اللعيبه تبقى عندها طموح ان هي تفوز ببطوله. يمكن الفتره دي فعلا نادي الزمالك فاز بكاس مصر وفاز كذا مره يمكن مع اخر مباراه كابتن حازم امام. نعم. في فرق كثيره طلعت فرق كويسه يعني حرس الحدود فازوا بالكاس والنهائي كان الاهلي مع الاهلي انا فاكر المباراه دي. فدي في حد ذاتها خلت الامور اتصعبت شويه يمكن الفتره اللي احنا الحرس في الوقت ده فاز مرتين بكاس مصر كاس مصر. ضد انبي ومره ضد الاهلي وكاس السوبر برضو وانبي فاز انبي فاز في مباراه نعم انبي فاز في مباراه ضد الاتحاد في كاس مصر برضو اه فقصدي ان الفرق كان نادي انبي بدا يبقى ليه باع في الدوري وبدات الفرق تحس ان هي لا ممكن اكسب بطوله بدات تحس ان ممكن اكسب بطوله نعم. فبدا الحرس كسب انبي كسب الفتره اللي بعدها بدا الزمالك يكسب اصبحت المنافسه اكبر طبعا دلوقتي المنافسه بقت اكبر لان طيب. الاهلي الفتره احنا كنا فيها كان هو النادي الوحيد في مصر اللي متهيألي فيه فلوس وفريقين ثلاثة ممكن يكون كده فعلا لو عندك مجموعة جيدة من اللاعبين طيب هنتكلم عن بقية اللي حصل في هذه المباراة وهكلمك برضو عن مباراة بكرة إن شاء الله ولكن خلينا واحد ناخد أيضا واحد من نجوم مصر والنادي المصري البورسعيدي وواحد من الناس اللي أحرزت هدف في مباراة المصري والمقاولون العرب في نهائي كأس مصر 98 كابتن سيف داوود يا كابتن سيف إزاي حضرتك؟ إزاي كابتن إسلام إزاي كابتن إزاي حضرتك كابتن؟ الله يخليك وتحيات طبعا كابتن أحمد السيد ليك طبعا السلام على كابتن احمد السيد وربنا يكرمك يا رب الله كابتن سيف ازي حضرتك يا كابتن ازيك يا كابتن احمد الحمد لله يعني سيف برضو عايز اعرف مباراه المصري والمقاولون سنه 98 يعني برضو 18 19 سنه مده طويله جدا جدا ليصل المصري النادي المصري الى نهائي بطوله كاس مصر ولكن خليني الاول افكر الناس بفرحه البورسعيد في هذه المباراه مباراه المصري والمقاولون العرب يا كابتن سيف وطبعا كابتن اسلام ان شاء الله طبعا مباراه كويسه بين الفريقين النادي الاهلي نادي كبير والنادي المصري نتمنى ان شاء الله مباراه كويسه بين الفريقين ان شاء الله النادي المصري يمكن لعب النادي الاهلي بتاع حوالي 6 مرات او 7 مرات نعم نهائي كاس مصر فنتمنى ان شاء الله تكون مباراه كويسه باذن الله وبالنسبه لبورسعيد ونادي النصر مباراه مهمه جدا جدا نتمنى الجمهور يفرح بكره والفريقين يلعبوا ماتش كويس بين الفريقين واللي يعمل مجهود احسن وكور احسن نقول له ان شاء الله اللي كسب كله مبروك واللي خسر الله يرضى لك ونتمنى تكون مباراه قويه طبعا انت عارف كابتن اسلام بورسعيد عاشق للكوره المصريه وبتحب فرقتها بتعشق فرقتها وكابتن حسام طبعا حاجه كويسه بصراحه جدا جدا اللي وصل نهائي كاس مصر ده انجاز فعلا ولعب سنتين متتاليين ورا بعض رابع دوري فنتمنى ان شاء الله يعني وده الهدف امامنا نهائي كاس مصر 98 المصري والمقاولون عموما في نهائي كاس مصر 98 المصري فاز 4-3 وفي نهائي كاس مصر 2007 الاهلي فاز 4-3 برضه على الزمالك يا كابتن سيف طبعا كابتن سام كل ماتش وله ظروف احنا ماتشنا كان مع المقاولين العرب كان ماتش قوي جدا جدا كابتن حمد كابتن حمد اتفضل يا كابتن سيف كان ماتش قوي جدا الماتش ده خسر 4-3 كنت انا جبت جون الاول اسرع هدف في تاريخ كاس مصر وكابتن حدا وكابتن حمد الهدف الثاني في الطايم الثاني اول دقيقتين والكابتن عفت نصر هدفين منهم هدف انا عامله له 4-3 وكانت فرقه مقاولين كانت فرقه قويه جدا جدا يعني الصراحه فكرنا كده الماتش كان ماشي ازاي يا كابتن سيف يعني مين جاب جون الاول ومين تعادل ولا الدنيا مشيت ازاي فكرنا كده والله كابتن اسلام احنا اصلا انا جبت جون الاول اول دقيقه كان الحاج عباب قطه ربنا يديله الصحه كان رئيس النادي المصري ساعتها اللي سيف انت تحرز اول هدف وكان مين اللي قال لك؟ الحاج عباب قطه رئيس النادي المصري ربنا يديله الصحه تمام ربنا يديله الصحه كان هو اللي سيف اجيب اول جون فطبعا ربنا اكرمه فعلا جبت جون اول دقيقه نعم وبعد كده جاب الكابتن حمد ابراهيم الهدف الثاني 2-0 وبعد كده هوت جاب الكابتن عفت نصار 3 بقى 3-0 الطايم الثاني وجاب كابتن زيزو مقاول العرب كابتن زيزو مقاول العرب جاب كابتن مصطفى مارين جاب هدف 2 الماتش خلص 4-3 تقريبا 4-3 الماتش يمكن جابوا البلانتي اخر دقيقه كان جابوا كابتن كانت المباراه بتقام في استاد القاهره مظبوط استاد القاهره طبعا استاد القاهره طبعا كان في 40,000 متفرج بورسعيدي 40,000 كلمنا عن رجوعكم بقى بالمباراه كروجر كان هو المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي صح؟ كروجر كابتن اسلام كان مدير فني النادي المصري السنه دي وكان قبلها كان مدير فني نادي المقاولين العرب السنه اللي قبلها السنه اللي قبلها كان المدير الفني لنادي المقاولين العرب وكان معاهم كاس افريقيا تقريبا كلمنا عن فرحه الجمهور بقى وانتوا راجعين بالاتوبيس بعد الفوز بهذه المباراه الجمهور استقبلكم ازاي الدنيا مشيت ازاي ما انا بقول لك يا كابتن اسلام في المدرجات يمكن انت حضرتك موجود في المدرجات 40,000 متفرج جايين من بورسعيد للقاهره رجعوا من الحمد لله رب العالمين مبسوطين كانت فرحه طبعا يعني فرحه كويسه جدا قدرنا نسعد 40,000 متفرج
وقعدنا ساعتها بتاع يعني اسبوع او 10 ايام ناس فرحانه بالبطوله. اكيد البطوله بتاعت بكره دي كابتن اسلام بطوله مهمه جدا جدا، نتمنى ان شاء الله يطلع الشكل كويس بالمباراتين بين الاهلي والمصري، ماتش يكون كويس فرح الجمهورين ان شاء الله. واذا ما قلت لحضرتك اللي لعب مباراه اقوى واحسن نقول له مبروك، واللي يخسر نقول له هارد لك ان شاء الله باذن الله. الناس عامله ايه في بورسعيد يعني مستنيه المباراه؟ احنا دلوقتي في ليله المباراه، الناس بتفكر في المباراه ازاي؟ القهاوي اشرح لنا برضو الناس عامله ايه في بورسعيد يا كابتن سيف. والله كابتن اسلام نتمنى ان شاء الله باذن الله، يعني زي ما قلت لحضرتك مرتاح كويس جدا بفرقتين، لكن بورسعيد انت عارف جمهور ذواق وبيحب فرقته جدا جدا. نعم مستنيين بكره ماتش بكره دوت بفروغ الصبر للنادي المصري يعمل مباراه كويسه مع النادي الاهلي. وان شاء الله ان شاء الله يعني جمهور بورسعيد ان شاء الله يفرح باذن الله بكره باذن الله ان شاء الله. ما تزعلش يا كابتن احمد فايد، بس يعني بقول لك يعني ان شاء الله توفيق للفرقتين ان شاء الله. يعني سيف قول لي برضو التشكيل المتوقع بكره للنادي المصري. يعني انا كنت قلت التشكيل المتوقع بكره للنادي المصري، هقوله دلوقتي حالا برضو، ويعني لو في تغيير ولا حاجه انا عارف ان انت يعني بما انك بورسعيدي يعني فعارف كل اللي بيحصل هناك. التشكيل المتوقع للنادي المصري: بوسكا في حراسة المرمى، محمد حمدي واحمد ايمن منصور واسلام صلاح وكريم العراقي. مظبوط في الدفاع كده؟ تمام، وعمرو موسى وفريد شوقي. ايوه واسلام واسلام عطيه وعبد الله جمعه. ايوه وجمعه الجمعه. ممكن الكابتن حسام بكره كابتن اسلام يعمل تغيير كده يعني متوقع يعني كده. انا حاسس ان ممكن يبدا كابوريا بكره، عشان كابوريا لعيب يعني خبره، وانت عارف فرقه النادي الاهلي كلها لعيبه خبره خبرات، ويمكن ده الفارق اللي او يعني دي الاولويه للنادي الاهلي في المباراه ما بين الاهلي والمصري. يعني لما حد بيجي يسال بنقول يا كابتن احمد برضو واشترك معانا في الحديث ان الاهلي بكره اولويه بسيطه، الاولويه دي لان خبره لعيبه النادي الاهلي بتتفوق على خبره لعيبه النادي المصري. طبعا بس انا اعتقد ان كابتن حسام زرع في لعيبه المصري روح المكسب وروح البطوله. يعني ممكن هم يكونوا فعلا اولاد صغيرين ما لهمش اسماء، لكن هو زرع فيهم روح البطوله، لان كابتن حسام طبعا بطولاته كتير جدا. هو كابتن حسام من الشخصيات الحماسيه جدا حتى هو بيلعب. نعم. فاعتقد لا يعني دي مباراه صعبه جدا. فريق النادي المصري بيجري كتير جدا. وده ممكن يبقى عامل مؤثر على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي لعيبه مجهده جدا خارجين من دوري طويل جدا، دوري على البطوله العربيه. فطبعا دي ده مش مع النادي الاهلي في حته الماتش، لو دخل لو وصل اكسترا تايم هتبقى صعبه جدا. لعيبه الاهلي لعيبه مجهده جدا، فاعتقد ان هو هتبقى مباراه كبيره جدا. لعيبه الاهلي عندهم خبرات، ولعيبه المصري بتجري كتير جدا ما شاء الله في الملعب طول 90 دقيقه، ودي تحسب للكابتن حسام. نعم. فاتمناها ان شاء الله بعيدا عن مين يكسب، انها تكون مباراه تليق باسم الناديين وتطلع بروح رياضيه كويسه تليق باسم مصر ان شاء الله. كابتن سيف، كابتن حسام حسن دائما ما بيعتمد على في المباريات الكبيره يعني امام الاهلي او امام الزمالك بيعتمد على قفل منطقه وسط الملعب، وبعدين بيعتمد على الهجمه المرتده. هل هيعمل كده بكره ولا من الممكن ان يفاجئنا بشيء اخر؟ انا كابتن اسلام مع كابتن احمد طبعا في نعم. الكلام بتاعه دوت. النادي المصري عنده عنصر الشباب، عنصر القوه وعنصر السرعه في الكوره. كابتن حسام حسن طبعا زي ما انت عارف كابتن بيفاجئ طبعا الفرق الكبيره بنادي الاهلي والزمالك بالعناصر الشبابيه. انا عامل مع اسلام عطيه لاعب الناشئ النادي المصري وكريم العراقي. وعديك يا كابتن اسلام حسام اشرف وحسن علي، مجموعه من الناشئين بصراحه كابتن حسام يعني بيستعان بيها. فاكيد الماتش كابتن حسام طبعا اكيد عمل له حسابات طبعا مهمه جدا وقويه. وعارف فريق النادي الاهلي فرقه قويه وفيها عناصر من خبره وعناصر من التهديفيه، فاكيد كابتن حسام عامل كل حساب الكلام ده يا كابتن اسلام. انا اتمنى ان شاء الله زي ما قلت لحضرتك تكون مباراه يعني قوية وقناة يعني ان شاء الله مباراة قوية نستفاد منها ان شاء الله باذن الله، وتبقى حاجة كويسة ان شاء الله، قناتها كويس باذن الله. هل في أي استعدادات لاستقبال اللاعبين يا كابتن سيف في بورسعيد، ولا الناس مستنية لبعد المباراة؟ بص يا كابتن اسلام وحضرتك، هو الجمهور كده كده كابتن اسلام ان شاء الله عامل احتفالية للفرقة، عشان الفرقة طبعا عاملة كويس جدا، مستوى طيب مستوى كويس جدا. الجمهور متعشم طبعا ان شاء الله يطلع مباراه كويسه وناخد البطوله ان شاء الله، ولو ربنا ما قدرش يا كابتن اسلام دي كوره زي ما انت عارف في الاول وفي الاخر. نتمنى ان شاء الله الفريق المصري والاهلي يعملوا مباراه كويسه تليق بالكوره المصريه. نعم. جمهور بورسعيد جمهور ذواق، عارف فرقته عامله موسم كويس جدا جدا، وطبعا عارفين ان هم هيلعبوا نادي الاهلي، مش هيلعبوا عارفين يلعبوا لنادي كبير ونادي احسن نادي في افريقيا. فاكيد يعني ان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله تكون مباراه كويسه ان شاء الله، واللي قلت لحضرتك اللي يعمل مباراه احسن ان شاء الله او يكسب نقول له مبروك، واللي يخسر النهارده لك ان شاء الله باذن الله.
ونتمنى ان شاء الله تكون مباراه كويسه يا كابتن اسلام. اشكرك يا كابتن سيف على وجودك معانا. كابتن سيف داوود نجم النادي المصري زي ما قلت لحضراتكم في مباراه نهائي كاس مصر، اخر مباراه لعبها النادي المصري امام النادي المقاولون العرب سنه 98، وزي ما حضراتكم سمعتوا من الكابتن سيف هو اول من احرز هدف او هدف في المباراه الاول، هو كابتن سيف داوود هو اول من احرز هدف المباراه الاول وواحد من اسرع الاهداف او ان لم يكن الاسرع في تاريخ كاس مصر. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع نجم مصر والنادي الاهلي السابق كابتن احمد السيد، وهنتكلم عن بعض الذكريات في مباراه الاهلي والزمالك 4-3، وبعدين بقى هساله في مباراه غدا كيف يلعب النادي الاهلي في مباراه غدا. نطلع فاصل وبعد الفاصل مع كابتن احمد السيد. اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى. كابتن احمد، كيف يلعب النادي الاهلي غدا ان شاء الله في مباراه النهائي؟ طبعا يعني خلينا نتفق ان المباراه صعبه جدا. نعم. النادي المصري مع كابتن حسام بقى له 3 سنين مراكز مركز رابع مركز رابع. نادي نهائي كاس مصر. نهائي كاس مصر طبعا دي حاجه تحسب له. النادي الاهلي مع كابتن حسام ارقام قياسيه السنه دي، ما فيش دوري من غير هزيمه. ماشي كويس في افريقيا، فدي دي بتكمن في صعوبه المباراه. انا شايف المباراه صعبه جدا. النادي الاهلي اداؤه مهاري جماعي، يعني النادي الاهلي مهاري جماعي، تلاقي الزمالك مهاري فردي، تلاقي ده الفارق. يعني الفارق النادي الاهلي بيعتمد على الباص كتير، الباص لحد ما الكره يجد ثغره، لكن نادي الزمالك بيعتمد على ايمن حفني، مصطفى فتحي، ستانلي. لعب حضرتك بتقول الفرق بين الاهلي والزمالك دلوقتي لما نوصل للمصري. نعم. لكن النادي الاهلي كابتن حسام بيلعب ضغط طول الملعب. يعني بيلعب فاتح الملعب. حسام مين؟ كابتن حسام. احنا عندنا حسامين. كابتن حسام حسن بيلعب ضغط طول الملعب. ودي شايف ان هي ممكن تبقى مشكله لفرقه المصري. لان لعيبه النادي الاهلي سواء الدفاع او بس هو بيعملها في بعض اوقات المباراه كابتن. كل الماتش. طول الماتش؟ ماتش الزمالك كل الماتش بيضغط فيه. لعيبه الاهلي بتعرف تخرج بالكره، ودي في حد ذاتها ممكن تبقى تسبب مشكله، هيبقى في مساحه ما بين الديفندرات وبين المدافعين، فدي ممكن تعمل مشكله لكابتن حسام. انا شايف ان ده اللي الاهلي ممكن يلعب عليها بكره، الاندفاع الهجومي اللي بيعمله المصري على المساحات على السرعات اللي موجوده عند الاهلي ممكن يبقى تسبب مشكله للمصري. مين افضل يبدا بكره؟ هل تفتكر ان صالح جمعه من الافضل ان هو يبدا بكره ولا عبد الله السعيد؟ عبد الله. عبد الله. عبد الله. يعني برضه ممكن نشرح للناس ليه؟ نص ملعب المصري قوي جدا. قوي. فريد شوقي وعمرو موسى واحمد صلاح. ولاعيبه كوره كويسين. محتاجين حد يمسك كوره كويس في نص الملعب. صالح ممكن يكون لعبه على الخطوط شويه، يعني هو لعيب كوره بس على الخطوط شويه. نعم. الوحيد اللي بيعمل الدور ده في الاهلي عبد الله السعيد. نعم. الدور ابو تريكه. فعشان كده انت داخل او ميال لعبد الله السعيد. طبعا انا ميال لعبد الله السعيد جدا في البوزيشن ده. والطرفين الطرفين اللي مع عبد الله السعيد. يعني حمودي ووليد سليمان. لا مش حمودي ووليد سليمان، ممكن انا مثلا بحب مؤمن. مؤمن زكريا. انا مؤمن من الناس اللي لعبت قدامها. مؤمن لا مؤمن بيتحرك كويس جدا، ومن الهافات اللي بيكمل على طول في ال 18. قول لنا تشكيلتك كده للنادي الاهلي. يعني شريف حراسه المرمى، باك رايت باك رايت فتحي. لا فتحي انذارين. فتحي يعني انذارين. مصاب. هاني. نجيب. هاني ولا باسم علي؟ هو اخر ماتش لعب باسم. باسم. نجيب. سعد مصاب. رامي. علي معلول. عاشور. سلية. عبد الله. مؤمن. وليد سليمان. اجاييه. ده المجموعه اللي يبدا بيها. انا شايف ان ده يعني اقرب تشكيل بنسبه 90% للنادي الاهلي. تفتكر ان عماد متعب قد يكون له دور بكره ولا لا؟ طبعا متعب، يعني متعب قيمه كبيره جدا، ويمكن حضرتك كنت موجود معانا. نعم. متعب من الناس اللي بتطمن في الملعب، انت تبقى بتلعب وحاسس ان في اي وقت هيجيب لك جون. هو فعلا هداف، بيعرف يجيب جون في اي وقت. فانا شايف ان شاء الله بكره يبقى ليه دور، لان خصوصا لو المباراه دخلت في الاكسترا تايم، فمحتاج عماد يكون موجود، لان مفيش فراوده ان عمرو جمال مش موجود. نعم. مفيش غير متعب واجيه، مفيش حد تالت موجود. لا هو واخد عمرو جمال بس محدش عارف اذا كان هيبقى في ال 18 ولا لا. معرفش يعني. بس انا اعتقد ان هو بعد ما خلاص اعلن ان هو
هيمشي جنوب افريقيا، ما اعتقد ان هو ممكن ما يكونش ليه دور في المباراه. بالمناسبه انت شايف ان عمرو جمال محق في اصراره على احتراف بيتفيست الجنوب افريقي، ولا شايف ان هو يعني كان من الافضل نادي افضل من كده؟ طبعا هي كل لعيب بيبقى ليه حساباته يعني. ما اعرفش هو حسبها ان هو هي احتراف خلاص، في لعيب ممكن يحسبها ماديا ولا القعده حلوه في جنوب افريقيا. لا بس ده انا قلت له انا كنت في النادي الاهلي سمو دايما اشرف، وكنت قاعد مع عمرو، قلت له عمرو انت بعد الساعه 8 الساعه 8 لو طلعت ايدك وفيها ساعه انت مفيش يعني، ممكن يقتلوك هناك عشان ياخدوا منك 100 دولار يعني، هم كده. قلت له عمرو الحياه هناك صعبه، جنوب افريقيا الصبح حلوه. فهو قال لي لا بس هي فرصه كويسه. عمرو طبعا سنه شوبينج بقى، كان صغير طلع معانا وهو صغير، فانا عارفه يعني، وعمرو شخصيه طيبه جدا. وربنا يوفقه في الخطوه دي ويرجع النادي تاني. طيب خلينا ناخد بعض الاسئله اللي جايه لنا على الموقع الرسمي للمصري اليوم في هاشتاج اسال احمد السيد. ممكن تسال حسام محمد، بيقول طرد خيري، لا دي حاجات كلها يا جماعه، احنا هنا برنامج رياضي مش سياسي. احمد السمري بيقول لك هسال الكابتن احمد السيد وكيل اللاعبين ليه مدافع دخله دجله وديته الزمالك. انا قلت قلت لك يعني، وكل طبعا انا ما بقاش متحكم في الموضوع ده اكتر، لان اللاعب مش فري. لو لعيب فري ممكن يبقى التحكم يبقى من قبل اداره، انا في ايدي انا لو لعيب فري ان انا اتحكم ان انا واجهته اديه نادي الاهلي، نادي الزمالك، الاسماعيلي، المصري، انبي. نعم. لكن اللعيب بيبقى على قوه نادي، فمتهيألي لعبه الفلوس هي اللي بتشتغل في الموضوع ده. انا ما بقاش الاغلى هو اللي انا ما بقاش انا اللعيب خلاص بيتبلغ ان انت تروح نادي كذا، خلاص انا بروح مع النادي اتفاوض في التفاصيل الماليه بتاعته، اتكلم في مده العقد بتاعته، دي دوري. العلاقه بين الناديين بقى مجلس الاداره ومهندس ماجد سامي دي بتاعتهم هم، انا ما بتدخلش فيها وماليش دور فيها اصلا. تمام. المايسترو محمد مصطفى بيسالك يا احمد، من هو احسن مدافع في مصر الان؟ سعد سمير. سعد سمير تطور بشكل كبير. سعد طول عمره من الشخصيات، انت ما ترددتش. لا انا سعد بحسه انا اللي هو بيبقى عامل اداء كويس جدا، وفي نفس الوقت ما بياخدش حقه. اللي ممكن اللي حواليه هم اللي واخدين الصيت اكتر وهو ما بياخدش حقه. فانا سعد شايف ان هو يعني مدافع متكامل. كل حاجه يعني، هداف وتطور من ادائه كتير، وغير كده كده هو سعد شخصيه لذيذه يعني، فدي تخليه ان هو شايف ان هو احسن مدافع دلوقتي في الفتره الحاليه واحسن مدافع. تمام. ايمن محسن بيقول لك هتنور الشاشه يا كابتن احمد. بمثل عليك الكابتن اسلام، ده يوسف الحلفاوي بيبلغ سلامي للكابتن احمد، ويا ريت تساله عن افضل مدافع. هو لسه مجاوب، ممكن افضل مدافع ممكن الاهلي يتعاقد معاه بديلا لحجازي بما انه كان ده مركزه في الملعب. لا دي مش بتاعتي دي، لان كل مدرب ليه تصور للمدافع اللي هو عايزه او امكانيات المدافع اللي عايزه. طبعا دي بتاع كابتن عصام البدري، هو اللي شاف المدافعين اللي محتاجهم الفتره دي. لكن طبعا في الدوري المصري في مدافعين كويسين متميزين، زي انا شايف محمود متولي الاسماعيلي لعيب كويس جدا، وعليه ضرب نار اليومين دول. محمود متولي لعيب كويس جدا. يعني وتستفيد منه، كان بيلعب ديفندر وبيلعب مدافع، فدي حاجه كويسه جدا. ففي كذا حد يعني، بس دي بتاعت كابتن حسام البدري هو اللي يقدر يقررها مش انا. كابتن حسام البدري هو اللي يقرر، هو اللي يقرر، هو اللي كله، هو عارف ايه المميزات اللي بيحبها في المدافع اللي بيجيبها، فدي بتاعته هو. محمد بن زويل بيقول السلام عليكم كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك والكابتن الكبير الخلوق كابتن احمد السيد الشهير باحمد ميسي. ميسي دي ليها علاقه. ميسي لو عارف، ميسي لو عارف يرفع عليها قضيه. اي قضيه لو عارف. دي كانت ادي جوزيه بقى اللي كان مش عارف انا عملت فيها كده السبب. يعني لو خليتك بتطلب منك حاجات كتير في الملعب، يعني لما واحد يسمع انت ميسي عايزك بقى تعمل مهارات وبتاع، هو ما يعرفش ان انا يا دوبك على اللي جنبي. اللي جه مع ميسي ده، اللي جه مع جوزيه بيدرو ده، كان لسه اول مره يجي يا كابتن، فهو سمع بقى جوزيه في الملعب كل شويه يقول لي ميسي ميسي. فانا رحت له كده على جنب، فهو الراجل عمال يبص لي شافني بقى عمال اطفش. فجاه ما يعرفش بقى. قلت له على فكره ده اسم بس، ده لقب مستر مانو قايل عليا، لكن انا في الاخر انا بطفش. قاعد بقى من الضحك قلت له انا بطفش، ماليش الحاجات دي، ماليش دعوه انا بالباص والكلام ده، انا بطفش زي ما الناس عايزيني بعمل سيزر واعمل مهارات. لا كانت يلا كانت ايام جميله الحقيقه في عصر مانويل جوزيه، والعصر ده الحقيقه كل الاجيال اللي كانت موجوده كانت كلها اجيال محترمه. سيد العزب مساء الخير يا كابتن. هو كابتن احمد السيد لعب كام سنه في النادي الاهلي؟ احنا قلنا اتفضل يا كابتن احمد قول. توتال من الناشئين وكله ولا 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 فريق اول بس؟ انا من 94 2012.
تمام. حوالي 18 سنه. فريق اول من 99 2012 13 سنه. تمام. رؤوف عيد بيسال حضرتك توقعك لنهائي الكاس نتيجه يعني. صعبه جدا. صعب. صعب جدا. انا شايف ان ال 50 50 50 50 طبعا. مصر مخرج مين في النهائي؟ قبل النهائي الزمالك طبعا. فرقه خلاص يعني، هي لو طموحه بلعب الزمالك كان 40% دلوقتي بقى 100%. خلاص انا وصلت نهائي كاس وكسبت الزمالك، فممكن اكسب الاهلي عادي. طيب عفاف من الجيزه بتسال كابتن اسلام انت اشكرك جدا، وليه مش بتدرب فريق؟ انا ما بحبش التدريب الحقيقه، انا علاقتي بالتدريب ما بحبهاش يعني. تدريب ضغط رهيب. نعم ضغط رهيب. يعني انا شايف ان يعني احنا كنا لعيبه، الضغط علينا. مسؤول عن نفسك. مسؤول عن نفسك. المدرب بقى مسؤول عن منظومه كامله، فدي انا شايف انها صعبه جدا، عايزه متطلبات. عشان كده كابتن حسام على طول طبعا عايزه شخصيه جوه. ما احنا جوزيه كان على طول متعصب، بس هو كان بيجي قدام الناس ما بيبينش. عمره ما كان بيبين، كان جوه، احنا جوه كان بيمسكنا يطلع عينينا واحنا ما بنتكلم عارفين، بس بيطلع قدام الناس لا عادي. ما هو عنده ثبات انفعالي رهيب جوزيه. يعني هو كان عمره كان بيبقى متوتر، عمره ما بين لنا هو متوتر. مظبوط. كان جوه في اوضه اللبس بقى كان فاكر المحاضره بتاعت 9 الصبح، الاجتماع اللي بعد الماتش تاني يوم واحنا كلنا قاعدين بقى كلنا قاعدين بقى يسيبك الاول ربع ساعه تقعد انت ايه تتكلم. كان دايما يعمل لنا اجتماع كده بعد كل ماتش في الاوضه اللي جوه دي اللي هي ورا اللي ومجام دخلك، تحس ان انت مزنوق في حته كده. لو قاعد انت مستني بقى، انت مستني يقول اسمك، يروح قاعد ساكت شويه كده، راح عامل كده مثلا ايه يقول لك ايه اسلام الشاطر، فانت مستني بقى هيتكلم كويس. كان بيقولها ازاي بقى اسلام؟ ما كنتش بقول اسلام الشاطر، لا كان بيقول اسلام شاطر. اسلام شاطر وانا ارمد سيد ارمد. ارمد بالري اقول له احمد لا يوم هي ارمد خلاص ارمد او ميسي او ميسي. لا بس انا كنت اعرف يعني بعد الماتش اعرف من دخلته هو بيسلم عليا. اما يقول لي هاي اعرف ان هو خلاص، اعرف ان هو مش طايقني. اما يقول لي مارادونا او ميسي بعرف ان هو خلاص ان هو راضي عني خلاص. وكان بيعمل ايه بقى؟ ما يدخلنا الاوضه ويحصل ايه جوه في الاوضه؟ احكي انت يعني. احكي. انا كنت والله العظيم ده اليوم ده اما كنت مثلا لاعب ماتش وحش او حاجه ده كنت بروح بموت. كان انا كان همي ان النص ساعه دي تعدي ولا الساعه الا ربع دي تعدي اسمك. ونمشي وما يجيبش اسمك. ما يجيبش اسمك صحيح. جاب اسمك خلاص اليوم بتاعك باظ كله. ده مره قال لاحد اللاعبين قال له انت مش صفر واحد انت صفرين. ما تنساش حاجه برضه. ما تنساش حسن حد من اللعيبه من الجيل ده كان اللعيبه التقال كتير، وحد من اللعيبه التقال قوي يعني قال له انت مش صفر واحد انت صفرين جنب بعض. كل ماتش اللي يبقى وحش يقول له ايه مثلا الصفر الثالث. سام شاتر زيرو، احمد سيد زيرو. فاللعيب ده كان في الماتش ده كان مستواه فعلا وحش جدا، قال له انت مش زيرو واحد انت تو زيرو. مش عايزين نقول مين طبعا. حسن هشام او هاشم او بيقول الاهلي يكسب ماشي. محمد مصطفى بيقول يا كابتن اسلام تحياتي لحضرتك، الفوز للمصري ان شاء الله. هو بيقول يعني ان شاء الله. اشكرك يا محمد على الكلام اللي انت كاتبه، ويعني ماشي ما فيش مشكله اللي يكسب يكسب بكره، لكن نتمنى ان نراها مباراه جيده ما بين الفريقين. ابو ولاء بيقول ان شاء الله النصر للاهلي. ابو ابراهيم بيقول النصر للنادي الاحمر. حد عارف مين في حراسه المرمى للنادي الاهلي؟ هو بكره هيلعب بشريف ولا من الممكن ان هو يلعب باحمد عادل محمد الشناوي؟ طبعا شريف. طبعا شريف ده كابتن حسام من النوع اللي بيحب يعمل ثبات تشكيل، وبالذات في خط الدفاع والجون يعني ما بيغيرش كتير. لا يعني احنا متعودين دايما ان المباريات الكاس دايما بيبقى فيها الوضع او حارس المرمى مختلف، يعني زي ايام جوزيه مثلا. بيكون متفق يعني هو ايام مستر جوزيه كان متفق مع عصام وامير ان عصام واحد عصام بيلعب الدوري وامير بيلعب الكاس، امير بيلعب كل الكاس. مظبوط. ماتش 4-3 ده كان امير بيلعب، لكن هو لا ما اعتقدش انه حتى النهائي. النهائي امير لعب كل الماتشات. لا انا بفهم الناس يعني قبل النهائي امير لعب وكل الماتشات لعب فيها. تمام. ابو محمد ومريم بيقول الاهلي واحد بس. تمام. ساره صلاح بتقول يا رب الاهلي يا رب اجعلها ليله اهلاويه. ده ابو فاطمه. ربيع وكشا بيقول الفوز للمصري البورسعيدي. ساره صلاح بتقول بترد عليه بتقول له امين ان شاء الله المصري يكسب يا كابتن ان شاء الله. اللي عايز اللي يكسب بكره يبقى سواء الاهلي او المصري احنا هنقول له الف مبروك. في مسجز كتيره الحقيقه، بس خلينا نشوف اللي بيتقال. محمد فاروق بيقول لك يا ميسي ماشي بطل من ذهب. تمام. كل الناس بتسالك يعني كذا حد، سمير ومحمد وعلي والبحار بيسالك مين المدرب اللي اثر فيك يا كابتن احمد؟ طبعا مستر جوزيه. مستر جوزيه طبعا. والتاني بقى اللي هيبقى مفاجاه كابتن ايهاب جلال. ايهاب جلال مقص طبعا. طبعا كابتن ايهاب يمكن
من يعني من اعظم مدربين مرات معاهم في حياتي كفكر وكشخصيه. من المدربين القلال جدا اللي عنده لدارس كابتن ايهاب دارس في امريكا، وبيعرف يعامل اللعيبه نفسيا كويس. ودي اهم مميزات كابتن ايهاب، ان هو اهم حاجه عنده شخصيه اللاعب هي اللي بتفرق معاه في الملعب. تمام. حتى الان يا جماعه، حتى الان لا يوجد توقيع نهائي من المدير الفني المرشح لقياده القياده الفنيه لنادي الزمالك بتركا الروماني. حتى الان لم يصل رد الى مجلس اداره نادي الزمالك بالرفض او بالموافقه، وما زال عندنا خمس دقائق، قد تكون في الخمس دقائق دي مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل، لكن لو حصل حاجة في الخمس دقايق دي هقول لحضراتكم. لكن احنا متابعين الحقيقة مع مجلس ادارة نادي الزمالك، واللي احنا عارفينه حتى الان لم يصل الرد لمجلس ادارة نادي الزمالك. عندك فكرة عن فيكتور بتركا؟ انا كنت في النادي النهاردة وسمعت كده. هو عمل جولة تفقدية. انا سمعت، انا كنت في النادي، هو كان موجود حتى الفترة انا كنت موجود في النادي. لا طبعا بيتكلموا كلام كويس، هو كان مدرب اتحاد جدة. ومرة بين منتخب رومانيا، منتخب عمل عنده سيرة ذاتية قوية جدا. عنده سيرة ذاتية كويسة، وربنا يسهل ان شاء الله. طبعا نادي الزمالك نادي كبير، وان شاء الله الفترة الجاية تكون الظروف احسن لنادي الزمالك ان شاء الله. كابتن احمد، ارجع مرة اخرى للنادي الاهلي، هل تفتكر ان النادي الاهلي بثلاث مدافعين يستطيع استكمال البطولة الافريقية؟ لان انت دلوقتي ما عندكش غير رامي ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب. انا شايف ان فتحي، احمد فتحي ممكن يقوم بالدور ده. احمد فتحي مساك كويس لو اتزنقوا، احمد فتحي يكون موجود، لان طبعا لا قدر الله لو حصل اصابه لاي حد من المدافعين تبقى مشكله. طبعا هتلعب باثنين هتبقى برده مشكله، واحد يتوقف هتعمل ايه؟ واحد خد انذارين هتعمل ايه؟ فانا شايف لا، الكابتن حسام ممكن يستعين باحمد فتحي في حته المساك دي. في حالة ان هو اتزنق ولا طبعا حاجة. احمد فتحي كويس فيها، احمد فتحي طبعا مش بيرفكت قوي، بس بيأديها بشكل كويس. طبعا ايمن اشرف في النادي الاهلي جايبه يلعب باك ليفت ولا ستوبر ولا الاثنين؟ الاثنين. ايمن ايمن من اللعيبه اللي بتجيد اللعب في سموحه كباك ليفت وكمساك، بيجيد المركزين زي بعض، ودي حاجه طبعا دي حاجه تميز لعيبنا. طبعا لما بيكون عندك لعيب حضرتك برضه كابتن اسلام بتلعب لعبت باك ليفت ولعبت سيلد باك، فدي تدي اريحيه للمدرب ان هو يبقى عنده مرونه. ممكن كابتن اسلام بيلعب باك رايت، في وسط تغيير الماتش ما عملش تغيير، بس دخل كابتن اسلام العبه سيرد باك. مظبوط. وانزل يبقى انا كده ايه عملت تغييره استفدت بيها. فدي طبعا تفرق جدا مع كابتن حسام البدري ان يكون عنده لعيب بيلعب في اكثر من مركز، تفرق معاه جدا. طب بالنسبه للنادي المصري، هل تفتكر ان النادي المصري زي ما حضرتك قلت في عمل في هيعمل في المباراه عمل في المباراه قبل النهائيه ان هو عمل ضغط كامل من الامام، هل تفتكر ان هو هيعمل كده في مباراه الاهلي ولا لا هياخد حضره الاول وبعد كده في وقت معين؟ انا اعتقد ان هو هيبقى يعني ان كابتن حسام هيقسم المباراه 3-3 كده، الاول اول ثلث اللي هو جس النبض ده واي فرقه وتحاول تجيب جون. نعم. بعد كده هيشوف رد فعل النادي الاهلي ايه ويحاول بقى يضغط عليه بعد كده. لكن هو ضغط من البدايه هيبقى صعب قوي. طبعا نوعيه لعيبه الاهلي بتعرف تخرج بالكره من ورا، يعني هيبقى تيم برشلونه كده، ما ينفعش تضغط عليه كله من قدام، تضغط على تيم برشلونه كله هيعرف يخرج بالكره، عندهم لعيب الكره بيعرف يخرج بالكره كويس، فهيبقى عندك انت الضغط ده هيعمل عندك مساحات. فاعتقد ان كابتن حسام حسن مش هيعمل كده من بدايه الماتش، وبالذات ان هو نهائي كاس، اول هيكون حذر في الاول. طبعا اول ثلث ساعه دي طبعا هتبقى جس نبض شويه، طبعا يشوف طريقه لعب ايه، يشوف فكر كابتن حسام ايه بيلعب على ايه، وكابتن حسام بدري نفس الكلام برضه، يشوف كابتن حسام بيلعب على ايه. بعد كده اعتقد ان هي بعد اول ثلث ساعه هتبدا المباراه، هتبدا بعد ثلث ساعه على طول. بعد ثلث ساعه الاول؟ بعد ثلث ساعه يبقى في جس نبض. برشلونه ولا ريال مدريد؟ برشلونه طبعا. طبعا ليه يا عم انتوا على قدكم امبارح؟ صح انت ميسي صح، ده انا كنت بشجع ريال مدريد. لكن من بعد ما جوزيه اطلق عليك هذا اللقب قاعد يسالنا واحد واحد، فجاه قال لي انت عارف انا مبدئي بقى على طول في الحياه انا بغير مبدئي في ثانيه. فجاه قال لي قاعد كان سيادة بركات سيادة بيقعدوا ينكفوا بعض. كل ماتش بركات ومستر جوزيه ينكفوا بعض. فجاي فانا واقف كده مره قال لي وانت ايه؟ قلت له برشلونه، انا كنت بشجع ريال مدريد اصلا. من ساعتها بقيت برشلونه بقى. خلاص بقى بقيت تشجع برشلونه. هو بيحب برشلونه جدا وطريقه لعب برشلونه. ده فظيع موضوع برشلونه. لا انا ريال مدريد انا ثبتت على مبدئي الحقيقه. انت احمد؟ قالوا لا لا. لو كان مراني مدرب تاني ريال مدريد كنت هرجع تاني. طيب
كابتن احمد، اخيرا كلمه بتقولها لجمهور النادي الاهلي وكلمه بتقولها لجمهور النادي المصري البورسعيدي قبل المواجهه، هذه المواجهه الناريه غدا ان شاء الله. طبعا طبعا جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، وجمهور النادي المصري جمهور عظيم، طبعا ما يقلوش عن بعض. المباراه دي طبعا مذاعه لكل الدول العربيه تتفرج عليها، طبعا نهائي كاس مصر ده طبعا حاجه متشافه في الوطن العربي كله. نعم. اهم حاجه انها تليق باسم مصر، ده ايمج كويس لمصر في الوطن العربي، سواء للسياحه سواء لو اي حتى سوبر هيتعمل عندك في مصر ما بقاش فيه اي تردد من الدول، يقول لك لا ده انت عندكم مشاكل في مصر من الجماهير، فان شاء الله تخرج يعني سواء الاهلي كسب او المصري كسب، ان شاء الله نحيي المصري نحيي الاهلي، تبقى في اطار احترام بين الناديين. طبعا النادي المصري نادي كبير ونادي الاهلي نادي كبير، واكيد هم بيكنوا احترام لبعض. شفت النهارده تصريحات قبل ما اخش بتاعت سمير بيه حلبية، سمير بيه حلبية طبعا راجل محترم جدا واتكلم باحترام جدا، واعتقد برضو في جانب الاهلي نفس الكلام، برضو كابتن سيد وكابتن حسام بيتكلموا في نفس السياق وبيتكلموا في نفس الكلام. اعتقد ان شاء الله ان اللي حصل زمان ده خلاص اتنسى، ما فيش اي حاجه خالص، كل ده اتنسى خلاص. تبقى مباراه ان شاء الله تليق باسم مصر وتليق باسم الناديين الكبار، طبعا نادي مصر ونادي الاهلي ناديين كبار يعني. تمام، اشكرك يا كابتن احمد على وجودك معانا، شرفتنا ونورتنا. انا عارف تعبناك النهارده طول الليل سهران امبارح. طبعا لكن انا طبعا شرفت بوجودك معانا. اسعد حاجه طبعا شفت الكابتن اسلام طبعا بقالي فتره ما شفتكش طبعا. والله انا افتكرت فعلا يعني طول ما انا قاعد كده عمال تلف في دماغي كده الماتشات بتاعتنا بتاعت زمان، فعلا الواحد مهما عاش في حياته لا حياته الكوره دي طبعا لا مختلفه تماما. دلوقتي الواحد بيحسها يعني لما بكون بتفرج على ماتش بيتلعب، لا برضه حياه مختلفه يعني. طبعا حياه مختلفه، ربنا يكرمك طبعا مختلف. وانا نفسي تبقى احسن اعلامي في مصر، انت عارف انت عندي ايه طبعا حبيبي كبير يعني. اشكرك امبارح كانت يعني احمد كان عليه خناقه امبارح الحقيقه، لكن الحقيقه هو وجوده هنا معانا يشرفنا، لان في النهايه يعني الزمايل اعتقد ان دي اكتر حاجه الواحد بيستفيد منها في عالم كره القدم، ان انت بتفضل دايما انت وزمايلك على تواصل، وزي ما احمد قال حتى لو احنا بعيد كل واحد في شغله او كل واحد في مجاله، ولكن في النهايه بتظل العلاقات الاخويه وعلاقات الزماله فترات طويله جدا قعدنا مع بعض، فيعني دايما بتفضل في القلوب، هذه الامور دايما بتفضل في القلوب. كابتن احمد شرفتني ونورتني، اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، اتمنى لك يا رب كل التوفيق ان شاء الله يا كابتن. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه بشكر ناقدنا الرياضي الاستاذ ياسر عبد العزيز المشرف العام على البرنامج، فريق اعداد محمد الخميس ومحمود الشيخ ورضا خليل، احمد الباشا وطارق مبروك مدير انتاج، وفريق الاخراج شريف محمد واحمد سليمان، ومخرجنا الكبير وليد سليمان. اشكركم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نلتقي يوم السبت القادم وحلقة جديدة من ملعب الشاطر.